السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم داشان حسن داشان، واللي معانا في الحلقة الثالثة من المحتوى كوزموتكس اللي بنقدمه من خلال فارماتيوب. أولا أنا بعتذر لكم على التأخير اللي بنقدمه للحلقة دي، اتأخرت شوية عليكم عن الحلقات اللي فاتت، ومش زي ما احنا متعودين، ولكن سبب التأخير ده إن احنا كنا بنجمع الداتا كلها ونخلص المحتوى بشكل كامل بخلاف ما احنا كنا متعودين. احنا كنا متعودين إن احنا نخلص الموضوع نحضره ونسجله، نخلصه ونحضره كداتا ونسجله بعيد عن المواضيع اللي باقيه، ولكن الموضوع ده خد مني اختلاف شويه، ان انا حبيت ان انا احضره بشكل كامل، ويمكن غيرت شويه في التصاميم او الشغل اللي انتوا شفتوه في الحلقتين اللي فاتوا، ولكن الداتا واحده، ولكن شويه اختلف الموضوع في التصاميم ليبدو ان هو يعني للتسهيل ويبقى الموضوع اكثر سهوله ان شاء الله. فبالتالي الوقت اللي فات ده كله يا جماعه استغرق معايا في اعداد المحتوى بشكل كامل، محتوى الكوزموتكس بشكل كامل، ولتحضير زي ما احنا شايفين داتا للصيادله الخريجين والمختص التجميل، او يمكن كمان لاطباء الجلديه ان هم يطلعوا على الداتا دي بحيث ان هي تعرض لهم جميع منتجات الشركات. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا انتهينا من المحتوى. المحتوى بشكل بسيط زي ما احنا شايفين في الصفحه دي، اولى صفحات الداتا بتعرفني المحتوى. المحتوى احنا اتكلمنا في اول حلقه يا جماعه عن الاكني والاويل سكين كير، المستحضرات بتاعه حب الشباب والعنايه بالبشره الدهنيه، ويمكن دخلنا موضوع الدراي ليبس معاهم نتيجه العلاجات بتاعه الايزوترتينول اللي بتعمل جفاف في البشره والشفايف، فدخلنا الموضوع ده معاهم، وده كان محور حديثنا في الحلقه اللي فاتت وشرحناها كاول حلقه كوزموتكس بنقدمها، والحمد لله كان في اقبال كويس جدا جدا على بدايه الحلقات وبدايه شغلنا في كوزموتكس. الحلقه الثانيه والحلقه اللي كانت تقيله شويه يمكن بعض اتضايق، ولكن هو الموضوع نفسه تقيل، ولكن ان شاء الله المواضيع اللي جايه كلها مواضيع خفيفه. الحلقه الثانيه واللي فاتت كنا بنتكلم عن المنتجات بتاعه الدراي سكين والسنسيتيف سكين والاتوبي براون سكين اللي هي الجلد الجاف والجلد الحساس والمعرض للاكزيما. حلقه النهارده نتكلم فيها عن السان سكرينز اللي هي واقيات الشمس، زي ما احنا شايفين في كل موضوع في لون، وده اللون اللي هنشوفه في الداتا بتاعتنا. يمكن النهارده اللون بتاعنا هو اللون البرتقالي، وده مناسب لواقي الشمس، هنلاقي الالوان مناسبه شويه، الليزر الوايتنينج اللون ده يعني هنلاقي الالوان متناسبه شويه. الحلقه اللي بعدها هنتكلم على الوايتنينج اللي هو منتجات التفتيح والتبييض اللي بنستخدمها في مشاكل الهايبر بيجمنتيشن. هنتكلم في الحلقه اللي بعدها اللي هي بعد اللي جايه، على اللي جايه هتبقى الوايتنينج، اللي بعدها هتبقى الانتي ايجنج سكين والرينكلز، هنتكلم فيها عن المستحضرات بتاعه مضادات شيخوخه الجلد والتجاعيد، ودي حلقه هتبقى كبيره شويه وفيها منتجات كويسه هنتكلم فيها بشكل كويس ان شاء الله، يعني ضفنا ليها شركات اكتر. هنتكلم بعد كده عن حلقه هتجمع ما بين ثلاث مواضيع، ودي هتبقى الحلقه اللي بعدها هتتكلم فيها عن ثلاث مواضيع، وهي السكين ريبير والبودي كير، هنتكلم فيها على السيلولايت والستريتش ماركس، وهنتكلم في عن المامي كير. المامي كير بيختص العنايه بالام والطفل، يبقى احنا هنتكلم عن ثلاث مواضيع في حلقه. والحلقه الاخيره هنتكلم فيها عن الهير كير والعنايه بالشعر، مستحضرات العنايه بالشعر وكده. يبقى احنا انتهينا من المحتوى بشكل كامل، الحمد لله تم كل ده، تم الانتهاء والاعداد ليه. هنبدا ان احنا بقى نشرح الحلقات، هنبدا النهارده نكمل حلقاتنا في الشرح، لذلك هتلاقوا الحلقات بتنزل ورا بعض، يعني هتلاقوا الحلقات على القناه بتنزل ورا بعض بين بدايه. ويمكن بس قبل ما نبدا في، يعني عايز بس اعرفكم ايه الاختلاف اللي حصل في التصاميم، لان احنا اشتغلنا على تصاميم وابتدينا نغيرها نوعا ما بشكل يعني مبسط اكتر. فده يا جماعه زي ما احنا شايفين هنا الشركات اللي احنا اشتغلناها واشتغلنا عليها، دي البشره الدهنيه الاول صوره معانا او اول صفحه، دي احنا بنتكلم عن زودنا حاجه اسمها صفحات تعريفيه، والصفحات التعريفيه دي كنا بنقولها شفهيا، يعني احنا واحنا بنشرح الحلقات اللي فاتت قلناها شفهيا، ولكن احنا الموضوع بقى مكتوب، ويفضل يا جماعه في مذاكره المحتوى بتاع الكوزموتكس نبدا بالترتيب، يعني الحلقه 1 2 3 بالترتيب. ليه بالترتيب؟ لان احنا واحنا بنشرح بالترتيب، يعني اول حاجه دلوقتي في الصفحات التعريفيه هي وظائف الجلد، ودي اول حاجه المفروض الواحد يعرفها في الكوزموتكس، انه يعرف الجلد ده وظائفه ايه، فبالتالي بالترتيب. وبعدين تكوين الجلد بيتكون ازاي، طبقه الابيديرمس والديرمس، ده كله قلناه سريعا. انواع البشره قلناه سريعا شفهيا، ولكن الموضوع بقى مكتوب معايا اهو. حب الشباب قلناه سريعا بيتكون ازاي بشكل سريع، خلاص نصائح مهمه لحب الشباب. السكيما دي يمكن اول سكيما شرحناها قبل ما نبدا في منتجات البشره الدهنيه وحب الشباب، ازاي نتعامل بشره دهنيه، ده كان بدايه شرحنا في اول حلقه خالص. بعد كده بدانا في شركه بايوديرما الشركه الفرنسيه، تمام. بعد كده اتكلمنا على الرينج بتاعهم او المجموعه بتاعتهم اللي هي السيبيوم بتاعه البشره الدهنيه، وبدات اخترع فلود اكتيف،
واتكلمنا بقى هنا بقى التصميم اختلف. احنا كنا حاطين الميه دي لوحدها، المايسلر السي بي ام اتش 2 او دي لوحدها كده، ولكن احنا دخلنا المنظفات كلها بتاعت البشره الدنيا في سلايد واحده او صوره واحده او صفحه واحده خلاص. وبقى المكونات الهامه موجوده هنا معايا، بقى انا لما اجي اذاكر المحتوى بذاكر من الشمال كده، بشوف المكونات الهامه وامسك يبقى المنتج ده الداتا بتاعته دي، المنتج ده الداتا بتاعته دي، المنتج ده الداتا بتاعته دي، امسك بس ابص على السلايد كده بشكل سريع اقدر افردها من دماغي اقدر. يبقى انا دلوقتي لما حطيت المنظفات كلهم في صفحه واحده الموضوع بقى اسهل، بدل كل واحد في واحده الموضوع صعب، ممكن اقلب الصفحه اتلخبط. تمام، نجينا مثلا هنا مثلا يا جماعه نشوف مثلا الاي تريت، حطينا الاثنين دول جنب بعض، الاثنين دول كانوا بيلخبطوا، فاكرين لما احنا اتلخبطنا ما بينهم ورجعنا قعدنا نقول الفروقات ما بينهم، لا بقوا جنب بعضهم عشان ما يبقاش في لخبطه خلاص. ده الثاني اي تريت، الصفحه الثانيه من الاي تريت، يبقى الموضوع بقى اسهل شويه. طبعا الداتا زي ما احنا شايفين ده اللون الاخضر خلاص بتاع البشره الدهنيه، كل البشره هيبقى ليها اللون بتاعها. ده دخلنا في يورياج، احنا لما نيجي ندخل في الشركه هنلاقي الشركه هنا، اسم الشركه هنا، وده يعني مثلا دي موزيلات المكياج اللي هي دي ماكوا، دي ماكوا اليورياج، دي ماكوا دي موزيلات المكياج بتاعتهم، دي الصفحه بتاعتها خلاص. يبقى احنا هنا الهاي سياك، ده الهاي سياك او الهاي سياك ده الرينج بتاع البشره الدهنيه بتاع شركه يورياج. يبقى هنا هتلاقي اسم الشركه خلاص، نغير لما نخش في شركه ثانيه هتلاقي فوق الشركه اتغيرت. يعني لما نيجي كده نخلص يورياج ايه اللي حصل، في هنا فوق الشركه كانت يورياج، نزلنا لقينا لاروش بوزي. يبقى انا بتكلم عشان تبقى انت فاهم الداتا ماشيه ازاي خلاص يا جماعه، بنشرح لك الداتا ماشيه، الموضوع سهل يعني مش محتاج شرح. ده الاخضر ده كله البشره الدهنيه خلاص، كل ده المنتجات اللي احنا شرحناها تمام، كل ده اتقال في اول حلقه خلاص. بعد كده دخلنا في الحلقه الثانيه اللي هي بقى البشره الجافه. هنا بقى هندخل بقى قبل ما ندخل في الحلقه الثانيه دخلنا في المنتجات بتاعه الشفايف الجافه، بعد كده دخلنا في البشره الجافه والحساسه والمعرضه للاكزيما اللي هو اللون الازرق بقى خلاص. دخلنا في صفحات تعريفيه، الجلد الجاف ايه هو الجلد الجاف يا جماعه واسبابه ايه، وبعدين دخلنا في الاكزيما وتعرفنا شويه معلومات عن انواع الاكزيما المختلفه، وبعدين دخلنا في نصائح مهمه كان مهمه جدا جدا للاكزيما، كل ده قلناه شفهيا خلاص بقى مكتوب الكلام ده. البايوديرما اول شركه هنتكلم فيها، اتكلمنا عن تو رينجز منها الاتوديرم والسينسيبيو خلاص، وده اللون الازرق بتاع ده المنظفات كلها مع بعض اهي، اي تريت اهو واي تريت الثانيه خلاص، واي مينتين الحفاظ تمام. نخش في السنسيبيو، اي كلينز، اي تريت واي مينتين، الموضوع بقى سهل، بقينا نجمع الداتا جنب بعض فالموضوع بقى سهل قوي خلاص. دخلنا في شركه اخرى يورياج، دي هنتكلم على السته رينجز بتاعتهم دول الخاصين بالبشره الحساسه والمعرضه للاكزيما والجافه خلاص يا جماعه. كل ده الموضوع بقى ايه اسهل بكتير. طبعا الموضوع كان بالنسبه لي موضوع متعب جدا جدا في الفتره اللي فاتت، اخر 20 يوم دول كانوا صعبين جدا جدا عليا بصراحه، لان الموضوع محتاج شغل كتير جدا، خاصه احنا مش شغلنا يعني حتى الصوره مش اي صوره بنختارها، يعني احنا لما نيجي نشوف اي صوره مش اي صوره بنختارها، في لا لازم الصوره ليها جوده معينه، ويمكن عشان كده الملف تقيل، لما نيجي نقلب كده لا مش كله بيتحمل مره واحده، الصور تقيله قوي فلاقي ملف تقيل قوي تمام، والصور جودتها عاليه لابعد ما تتخيلوا، يعني الصوره الواحده ممكن يبقى اقل صوره 1024 يعني اقل حاجه يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الملف خلص على خير بعد التعب ده كله، فربنا ان شاء الله يعوض تعبنا ده ان هو ينال اعجابكم ويبقى من الحاجات القويه جدا جدا اللي بتلخص لكم حاجه كبيره قوي. كنا احنا كلنا انا كنت اول ناس بخاف اخشها يعني هي الكوزموتكس يعني. اعذروني على الثمان دقايق اللي فاتوا دول تمام، نخش في حلقتنا النهارده، ولكن بس كنت عايز اوضح لكم حاجات كتيره حصلت وتبقى انتوا عندكم فكره ايه اللي حصل في الداتا بالظبط. نخش بقى في محتوى حلقتنا النهارده، هنتكلم عن الصن سكرينز وهي واقيات الشمس. انا بكلمكم النهارده عن اهم حاجه في الكوزموتكس وهي الصن سكرين. ليه؟ لان واقيات الشمس بتحميني من اشعه الشمس الفوق بنفسجيه، وهنا هنتكلم عن اشعه بتعمل مشاكل كتيره، اقل حاجه فيها حروق الشمس. لو رحت المصيف كده ورجعت لي بالليل تلاقي نفسك في حروق وحاجات من كده، حروق وجسمك متبهدل ليه؟ يبقى انت تعرضت لايه؟ اشعه فوق بنفسجيه، عديت الى حروق شمس، ممكن عندك حبوب او فسافيس كده، حبوب شباب، وطلعت في الشمس بقى عندك زياده لفرصه اللي هي الهايبر بيجمنتيشن، البوست انفورماتور هايبر بيجمنتيشن سبوتس، اللي هي فرصه ان يبقى في بقع داكنه او نتيجه من الحبوب دي، نتيجه انت تعرض للشمس، حد اتحرق، حد اتجرح، تعرض للشمس ممكن يبقى فيه اثر، لان التعرض للشمس ممكن يسيب اثر.
عوضا على انت ممكن انت بشرتك قمحيه، ممكن تعرضك للشمس لفتره زمنيه ممكن البشره نفسها لونها يغمق اكتر، عوضا على ان التعرض الشديد للشمس هو من اشد العوامل الريسك فاكتورز لنوع من انواع معينه من سرطان الجلد. يبقى انا بتكلم عن مشاكل كتيره جدا يقدر ان نواقي الشمس يحميني من المشاكل دي. وهنا بكلمك عن اهم حاجه من الحاجات بتاعه الكوزموتكس اللي بيستخدمها اطفال كبار، مش مجرد حاجه بستخدمها للتبييض، مجرد الناس بس اللي عندهم مشاكل في التصبغ، او الناس بس اللي عندهم تجاعيد، او الناس اللي عندهم بشره دهنيه، لا بكلمك عن حاجه كل الناس هتستخدمها من اول الاطفال لغايه الكبار. فانا بكلمك عن حاجه مهمه جدا جدا من اقسام التجميل. نخش في الصفحات التعريفيه، كل موضوع ليه صفحات التعريفيه. اول صفحه تعريفيه معانا واحنا نعرف انواع الوان البشره، يعني انواع البشره على حسب الالوان. يبقى في واحد كده اسمه فيتز باتريك، ده عالم من زمان قوي، قدر ان هو يصنف البشره كست انواع على حسب لونها، ست انواع، تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 تايب 5 تايب 6، ست انواع على حسب لونها. طبعا في تصنيف تاني اكتر من كده، ولكن خلينا في تصنيف فيتز باتريك لان فيتز باتريك هو الاشهر. وعلى فكره مش مجرد ان احنا بنعرفك معلومات كالوان وكده، لا، التصنيف ده يا جماعه دكاتره الجلديه بيعتمدوا عليه في تشخيص العديد من الامراض اللي بيشتغلوا عليها، فبالتالي انا محتاج قوي اعرف يعني ايه التصنيف بتاع الفيتز باتريك. انا عندي يا جماعه التايب 1 النوع الاول، ده الابيض الشاحب، ده ابيض اللي هو البشره البيضاء خالص، تمام. وده يا جماعه حساس قوي للشمس، هتلاقيه بتحرق بسهوله ولكن لونه ما بيتغيرش. يعني ايه لونه ما بيتغيرش؟ يعني مهما يتعرض للشمس لونه ثابت، مش بيزيد الغمقان، مش بيغمق، لونه مش بيغمق. وده نلاقيه يا جماعه طفل لونه ابيض، وهو شاب لونه ابيض، وهو عجوز لونه ابيض، زي بالظبط اقرب مثال حسين فهمي. حسين فهمي من اول ما عرف ان هو ابيض، حتى هو عجوز دلوقتي ابيض، ولكن لو طلع شويه في الشمس تلاقي وش احمر، خلاص الحمار بان عليه. يعني ده حساس قوي للشمس، ده بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني اللي هو مش الابيض بقى الشديد، الابيض العادي، خلاص يا جماعه، وده عاده ممكن بيحصل له حروق شمس، يعني حساسيته للشمس اقل من النوع الاول. يبقى النوع ده حساس قوي للشمس، النوع ده بيقاوم شويه عن النوع ده للشمس، يعني ده بتحرق يعني الشمس، حروق الشمس ممكن تظهر عليه بسهوله، ده حروق الشمس بتقاوم شويه، تمام. وده يعني تغير لون بشرته ممكن يعني بيحصل تغير عن ده، ولكن مش زي دول، يعني تغير لون البشره هيزيد شويه عن ده، ده ما بيحصلوش تغير في لون البشره، ده لون البشره ممكن يتغير شويه. النوع الثالث يا جماعه هو البن الخفيف، وده النوع الرابع البن المتوسط، النوعين دول اللي بنقول عليهم البشره القمحيه، وده اللي عندنا في مصر النوع اللي هو الثالث والنوع الرابع. النوع الثالث يا جماعه البن الخفيف بيحصل له حروق شمس في بعض الاحيان، يعني بيقاوم الشمس اكتر من النوع الاول والثاني، تمام، وممكن يحصل له حروق شمس في بعض الاحيان وبيتغير لون بشرته، ولو اتغير بشكل موحد لا بشرته بتغمق كلها بشكل موحد. النوع الرابع البني المتوسط، تمام يا جماعه، والنوع البني ده قليل لما بيحصل له حروق شمس، بيقاوم شويه حروق الشمس وبيتغير لون بشرته الى الاغمق. النوع الخامس البني الغامق، ده نادر لما بيحصل له حروق شمس. النوع السادس ده ما بيحصلوش اصلا حروق شمس، خلاص يبقى هنا نادر لا يحدث، نادر حدوث، ولكن النوع الخامس هو اكثر نوع بيتغير لون بشرته، يعني لو اتعرض للشمس لفترات تلاقي بشرته بتزيد في الغمقان، بتزيد في الغمقان. النوع السادس لا ما بيحصلوش حروق شمس وممكن يتغير لون بشرته الى الاغمق، ولكن اكثر نوع بيتغير لون بشرته الاغمق هو النوع الخامس. هنا يا جماعه دول الست انواع بتوع انواع البشره على حسب اللون بتاعهم، وكل لون حساس، كل نوع او كل من الانواع دي حساسيته للشمس بتختلف، وده بيديني معلومات هحتاجها بعد شويه. يعني انا هحتاج المعلومات دي مش مجرد معلومه، لا احنا هنحتاج المعلومات اللي احنا بنقولها دي يا جماعه. يبقى نخش في الفقره الثانيه من او السلايد الثانيه من الفقرات التعريفيه او الصفحات التعريفيه، الاشعه الفوق بنفسجيه الالترا فايلوت راديشن. الالترا فايلوت راديشن هو نوع من انواع الاشعه او الموجات الكهرومغناطيسيه. ايه الموجات الكهرومغناطيسيه والاشعه الكهرومغناطيسيه؟ انا عندي يا جماعه على حسب الطول الموجي، الموجات الكهرومغناطيسيه والاشعه الكهرومغناطيسيه بتتلخص في الانواع الاتيه: الراديو ويفز اللي هي اشعه الراديو، المايكروويفز اللي هي اشعه المايكروويف اللي احنا بنشوفها في الاجهزه بتاعتنا بتاعت المايكروويف، الانفراريد راديشن، الفيزبل لايت اللي هو الضوء اللي احنا بنشوفه ده وبيخلينا نشوف الحاجات، والالترا فايلوت اللي هي بتقع ما بين الضوء المرئي وما بين الاكس ريز. الاكس ريز دي بنشوفها في الاشعه اللي احنا نروح نعمل مثلا فحوصات طبيه وكده، نتعرض لاشعه الاكس ريز او الجاما ريز. هنا يا جماعه دي على حسب الطول الموجي بتاعها. وبمناسبه يا جماعه المايك ريفز، بس حبينا بس ايه نقول حاجه بسيطه كده بخصوص المايك ريفز. المايك ريفز يا جماعه ملوش اي علاقه بالسرطان، مايك ريف ملوش علاقه باي علاقه بالسرطان، هو نوع من هو نوع الموجات بتاعته نوع من انواع الموجات الكهرومغناطيسيه زيها زي موجات الموبايل، زيها زي موجات الراديو، ولكن بويف لينس معين، بطول موجي معين. ايه اللي بيحصل لما بتحط سيادتك الاكل
الاكل بيسخن. طب بيسخن ازاي؟ عشان الاكل ده فيه ميه. واللي بيحصل بالظبط، الموجات بتاعت المايكرويفز دي بتبدا تشتغل على جزيئات الميه وتحركها حركه تذبذبيه. الحركه التذبذبيه دي بتبدا ان جزيئات الميه تخبط في بعض، فلما تخبط في بعض بتولد طاقه حراريه فالاكل بيسخن. لذلك لما تحط حاجه بلاستيك، حاجه ازاز، عمرها ما هتسخن لانها ما فيهاش ميه. خلاص يا جماعه، ده بالنسبه لفكره عمل الميكرويف. الميكرويف عشان يبقى امن لازم يبقى محكم الغلق علشان الاشعه دي ما تتسربش، ولو اتسربت ممكن تحصل حروق لاي حد هيقرب من الميكرويف، يحصل له حروق. ليه حروق؟ لان انت جسمك كله ميه، جسمك وبشرتك وجلدك كله ميه، بيحصل لك حروق لانه بيعتمد في التسخين على حته ايه؟ الميه اللي موجوده. فبالتالي اهم حاجه في الميكرويف ان هو ما يبقاش بيسرب اشعه او موجات. كلمه اشعه دي هي اللي خلت الناس تقول بيعمل سرطان، يعني كلمة أشعة عشان أشعة وكده، فالأشعة بقى مرتبطة بالأشعة بتاعت الأشعة النووية والكلام ده، والأشعة اللي بتجيب سرطان والكلام ده كله كلام ملوش أي أساس علمي. الميكروويف ملوش أي حاجة خالص بالسرطان، بس الأهم حاجة إن الميكروويف يبقى محكم الغلق عشان ما يحصلش حروق. وتعرف إزاي إن هو محكم الغلق؟ ممكن تعمل تيست بسيط جدا جدا، مع إن الشركات كلها بتعمله محكم الغلق، ولكن أنت ممكن تعمل تيست بسيط جدا جدا إنك تحط الموبايل بتاعك جوه الميكروويف بدون تشغيل طبعا. تحط الموبايل مجرد بس أنا عايز أتأكد من إن التجويف بتاعه من جوه والغطا بتاعه او الباب بتاعه بيقفل كويس، مفيش اي تسريب بيحصل. هتحط الموبايل بتاعك جوه وتقفل الميكرويف وترن على موبايلك برقم تاني او بموبايل تاني وتشوف هيقول لك ايه. لو قال لك غير متاح او مرنش يبقى انت محكم الغلق، لان موجات الموبايل موجات كهرومغناطيسيه، معناها ان هي ما قدرتش تخترق الميكرويف وتخش جوه، فبالتالي الموبايل بقى غير متاح، كده محكم الغلق خلاص. ولو اداك متاح بقى يبقى انت عندك تسريب شويه في الميكرويف ده، والتسريب ده ممكن لو تسريب شديد قربت ايدك منه ممكن يحصل حروق. ولو الباب، يعني انت ممكن لو الباب اتكسر، طبعا الميكرويف ما بيشتغلش غير والباب مقفول نتيجه في لوك، يعني في انظمه امان شويه، ولكن دي فكره الميكرويف عامه يعني. خلاص يا جماعه، بعيد عن المجال ده كله، خلينا ندخل في موضوعنا، اشعه الفوق بنفسجيه الالترا فايلوت راديشن. انا عندي يا جماعه الاشعه دي بتقع ما بين طول الموج بتاعها بيقع ما بين الاشعه المرئيه والاشعه اكس اللي هي اكس رايز، وطول الموج بتاعها بيتراوح ما بين 10 نانومتر الى 400 نانومتر، وعندنا ثلاث انواع منها، نوع A وB وC. ولكن سبحان الله ربنا خلق لنا طبقه الاوزون عشان يحمينا من النوع C، فالنوع C مش بيوصل لعندنا الارض ومش هنقدر ان احنا نتكلم عنه. هنتكلم عن النوعين A وB. A وB بيوصلوا الارض يا جماعه، هنقول النسب دلوقتي، ولكن هم دول المسببين لحروق الشمس وشيخوخه الجلد والتجاعيد وزياده تصبغ الجلد. ومع التعرض المزمن يا جماعه لاشعه الاشعه الفوق بنفسجيه يبقى انا عندي عرضه اكثر ان انا يجي لي انواع من انواع سرطانات الجلد. هنبدا ان احنا نفرق ما بين النوعين UVA UVB، النوع A والنوع B. النوع A يختصر UVA، وبيتم منع فقط 5% منه عن طريق طبقه الاوزون، يعني طبقه الاوزون بتحميني فقط من 5% وبيوصلني 95%، يعني بيوصلني للارض 95% من النوع A. والنوع A ده قادر على ان هو يخترق طبقات الجلد حتى يصل الى طبقه الدرمز. فطبقه الدرمز دي هي الطبقه المليئه بالكولاجين، المليئه بالفايبرس تيشوز، المليئه بالكونكتيف تيشوز، المليئه بالبلاد نتوركس او الاوعيه الدمويه اللي بتخلي البشره متماسكه. فبالتالي طبقه الدرمز دي لو حصل لها خلل مع الوقت نتيجه الكولاجين او الفايبر بلاست، خلايا اللي بتصنع الكولاجين او الالاستين والحاجات دي، ابتدت ان هي تقل انتاجها للكولاجين والالاستين، يقل المحتوى الترويه الدمويه والاوعيه الدمويه تقل، ده كله يقل، هيبدا ان يحصل ايه؟ طبقه الدرمز يحصل فيها خلل فيبدا يظهر تجاعيد. وده يا جماعه النوع ده بيعتقد ان هو النوع الاساسي المسبب للتجاعيد اللي هو يو في اي. لذلك لما نيجي نختصر نعرفها كده من اختصارها، يو في اي بيساوي سكين ايجنج اي اي، عشان بس ما تتلخبطش. يبقى يو في اي هو المسؤول عن شيخوخه الجلد، التعرض ليها بشكل كبير، يجي شيخوخة جلد مبكرة، يجي تجاعيد مبكرة والحاجات دي. النوع B يختصر UVB، وده بيتمنع 95% منه وبيوصل لنا بس 5%. سبحان الله، 5% بس بيوصلوا وطبقة الأوزون يوصل تحمينا من 95. تخيلوا ال 5% دي بتعمل لنا حروق الشمس اللي احنا بنشوفها دي، مجرد بس ما تطلع في الشمس في كده يجي لك حروق شمس، ده بس عشان وجود 5%. اليو في بي بتوصل للارض بشكل غير متماثل غير اليو في اي. اليو في اي من ساعه ما تشوف الشمس الصبح لغايه لما تختفي اخر النهار متماثل، يعني قوتها متماثله، تركيزها متماثل على الارض. اما اليو في بي لا، هي مش متماثله، هي بتزيد في وقت الظهيره وبتبقى موجوده ما بين الساعه 10 الصبح للساعه 4 العصر. يبقى اليو في بي بتبقى موجوده في الارض من 10 الصبح ل 4 العصر وبتزيد قوتها في فتره الظهيره. يبقى ده وهي المرتبطه والمسؤوله عن حروق الشمس من اليو في بي، نختصرها سكين بيرنز اللي هي حروق الجلد، يو في بي سكين بيرنز، البي
والبي، عشان بس الناس اللي بتتلخبط، لا في ناس تتلخبط، فالحته دي ما تخليهمش يتلخبطوا. ندخل في فقره تعريفيه اخرى، حروق الشمس، sun burn. حروق الشمس هي حاله التهاب حاده وعابره بتروح كده يعني ايام قليله وتروح، وبتحدث طبيعي نتيجه ان انت تعرضت للاشعه الفوق بنفسجيه سواء من الشمس او من مصادر صناعيه. ايه المصادر الصناعيه دي يا جماعه؟ في حاجه اسمها التانينج بيدز اللي هي الغرف بتاعه التانينج، في حاجه اسمها اللون التاني يا جماعه، اللون البرونزي الجذاب، واحده كده تروح تقعد في الشمس كده، في الشمس كده ساعه كده، مش الشمس بقى في توقيتها، توقيت الذروه بتاعها، لا في وقت هادي كده تقعد في الشمس كده مع استخدام بعض الكريمات عشان تاخد اللون التاني. اللون التاني اللي هو اللون هيغمق سنه فيديني لون برونزي، وده لون جذاب يا جماعه، ده لون جذاب اكثر جاذبيه من اللون الابيض، فهي بتبقى عايزه اللون ده، تمام؟ وده ممكن تحصل عليه بدون شمس. في حاجه اسمها التانينج بيدز، عباره عن مكان كده في لونض كده بتنام عليه، اللونض تحتها وفوقها وبيقفلوا عليها، فاللونض دي بتطلع اشعه يو في، فهنا المقصود بيها المصادر الصناعيه، ممكن يحصل لها حروق فعلا منها، فبالتالي ممكن يحصل حروق منها، فبالتالي ده المقصود بكلمه مصادر اصطناعيه. طيب ايه هي الاعراض؟ تعالوا بينا نتخيل كده ان احنا رايحين مصيف، خلاص عشان نعرف الاعراض هتمشي معانا ازاي. وانا رايح معاكم المصيف، رحنا بقى المصيف الصبح كده بقى ايه، بحر بقى وما شفناش البحر من زمان بقى، فروحنا بقى المصيف وشفنا البحر، فعلى طول مش مستنيين حط الشنط والحاجات بتاعتك وانزل بلبط، وما تنساش العوامه الكبيره بتاعتك وخدها معاك وانزل، خلاص. دخلنا الميه، الساعه جت 10 11 12 الظهر، أذن الشمس، عمال يا ابني اطلع من الميه، لا انا عايز اقعد في الميه، والظهر ساعه بقى ساعه الظهيره شديده، الشمس شديده، وانت ولا مش في دماغك، وانت مش حاسس بحاجه فعلا، الميه بتحط في الميه. طب ايه، العصر جه، طب المغرب جه، طب يلا بقى الناس اللي هم بتوع الشاطئ يلا بقى يا جماعه عشان نقفل ونروح، وانت لسه قاعد في الميه. المهم بعد ما خدت ايه عوامتك وخدت الشنط ورحت مروح بقى، روحت بيتك كده على الساعه 11 بالليل 10 كده، في الوقت ده ابتدى جسمك شعطان رهيب واحمرار، ايه ده، تبص في المرايه ايه اللون الاحمر ده، جسمك ملتهب جدا جدا، ودي اول علامه من علامات حروق الشمس هو الاحمرار. بعد كده الالم، الالم بيستمر معاك بعد الاحمرار ده على طول بيظهر الالم، والالم بيستمر معاك لست ساعات او ل 48 ساعه. بعد كده ممكن يحصل تورم في الانسجه زي الاماكن بتاعه الشفايف والبق كده، في ورم تخش عليك واحده الصيدليه تقول ده انا بنتي كان في المصرف امبارح وصحينا من النوم لقينا في ورم في شفايفها، خب بقى الناس اللي بتحب الهبد بقى، ايه ده كان في عدوى في الميه، ده في فيروس، ده كله يا جماعه امر طبيعي، من امر ده حاله من حالات حروق الشمس، ممكن يحصل تورم خاصه في منطقه الشفايف. طيب ممكن يحصل تكوين فقاقيع، والفقاقيع دي بتبقى لونها اصفر الى ذهبي، تيجي كده تشوف الفقاقيع لونها اصفر سائل اصفر الى ذهبي، اوعى تفقعها، اوعى تفتحها، وجود فقاقيع تساوي ان انت وصلت الحرق من الشمس من الدرجه الثانيه، يعني كون ان انت يظهر فقاقيع يبقى انت كده مش درجه اولى من حروق الشمس، دي درجه ثانيه من حروق الشمس. طب نعمل ايه في الفقاقيع دي؟ سيبها زي ما هي، لانك لو فقعتها معنى كده انت هيبقى عرضه ان انت يجي لك عدوى في الجلد، لان الفقاقيع دي بيبقى فيها قشره، فالقشره دي بتحميني من الانفكشن، سيبها زي ما هي، انما هتفتحها يبقى انت محتاج ان انت تعمل رعايه ليها عشان هيبقى في فتحه في الجلد، فممكن يحصل فيه عدوى في الجلد، ممكن يبقى فيه حكه ويبدا بقى الجلد يقشر، تلاقي جلدك بيقشر كده زي ايه، زي التعابين كده بيقشر، ايه ده يا جماعه ده انا بغير جلدي وبقشر، فعلا انت جلدك بيتغير نتيجه ان خلايا الكيراتينوسايتس دي دوره حياتها حوالي 14 يوم بتتجدد على طول كده، فبتبدا خلايا جديده تتكون ونيو سكين بيتكون، ويبدا ان القشر القديم ده بيتشال، فبتبدا الفتره دي بتبدا تظهر من بعد المصيف اللي انت رحته ده من 3 ل 8 ايام، يبدا جلدك يبدا يقشر، جلدك يبقى طبيعي. انت في الغالب بيبدا الموضوع ده بيستمر معاك حوالي 10 ايام، رجاء اقعد في بيتكم، بلاش جلدك يقشر والنيو سكين ده يتعرض للشمس، او اللي انت ملتهب تروح تبقى انت ملتهب كده وحصل لك حرق من الشمس في المصيف، في تاني يوم تبقى رايح في الشمس وتبقى انت كده بتبوظ الدنيا اكتر واكتر، في فرصه لزياده تصبغ، في فرصه ان لونك يغمق، في فرص كتيره جدا يحصل لك مشاكل، الحروق تزيد معاك، فبالتالي اقعد في بيتك. طب ايه هي النصائح اللي ممكن نقدمها لواحد حصل له حروق الشمس؟ النصائح دي مش انا اللي بقدمها، دي الاكاديميه الامريكيه للامراض الجلديه هي اللي بتقدمها، امريكان اكاديمي اوف درماتولوجي. اول حاجه الاستحمام المتكرر بماء بارد، علشان انت سيادتك وانت في الشمس وانت بتبلبط كان جسمك بيتبخر منه الميه، والميه بتتبخر منه وبيسحب ميه معاك كمان ويتبخر، يعني حتى الجلد بيسحب ميه من الانسجه المحيطه عشان يبدا ان هو يحاول يرطب جلدك، فبالتالي مع اشعه الشمس يبدا الميه تتبخر، فانت لازم هتستحمى باستحمام متكرر حوالي على الاقل 3 4 مرات في اليوم بميه بارده، مش بارده قوي اللي هي شديده، يعني بارده مش سخنه يعني بارده، تمام.
ده بيقلل من حده الالم يا جماعه، وبيعوض الجلد من الميه اللي فقدها دي، تمام. وبعد ما تستحمى رجاء رجاء نشف نفسك بفوطه ناعمه وتنشيف خفيف، مش اكنك بتصنفر حته حديده مصديه، لا، تنشيف خفيف جدا جدا، تجفيف خفيف، وسيب شويه ميه على جسمك انا محتاجها، سيب شويه ميه على جسمك انا محتاجها، قطرات الماء اللي على جسمك دي انا محتاجها. دي بقى دي اول حاجه يا جماعه، هنستحمى ونجفف بشكل لطيف جدا، والفوطه تبقى ناعمه مش خشنه. في نوع فوط كده بيعمل لك يعني بيعمل جلسه تقشير، يعني في نوع من انواع الفوط ممكن وانت بعد ما تستحمى تنشف نفسك تحس ان انت لسه طالع من عند الدكتور التجميل عامل لك جلسه تقشير من جسمك، فبالتالي فوط تبقى ناعمه وتسيب شويه ميه على جسمك انا محتاجها. محتاجها في الخطوه الثانيه، انا هستخدم مرطب. المرطب انواع كتيره جدا جدا، يمكن قلناها في الحلقه الثانيه. اشهر مرطب على طول هو ان انت تستخدم منتج فيه بنسينول، بنسينول لوحده كده عادي ممكن مع البيز بتاعته كمرطب كويس هتستخدمه، تمام. مع ايه بقى؟ مع قطرات الميه اللي انت سبتها، مش انت وانت بتجفف سبت شويه ميه، حط المرطب مع شويه قطرات الميه دي وابدا ان انت تدلك جسمك تدليك خفيف كده، تمام، وتحطها على جسمك لغايه لما جسمك يستخدم المرطب، وتبدا ان انت تستحمى تاني وتستخدم المرطب حوالي 3 4 مرات في اليوم. طب لو لقينا في الم ممكن استخدم يا جماعه مسكن ومضاد للالتهابات زي الايبوبروفين. لو لقينا الالتهاب شديد وكده ممكن استخدم هيدروكورتيزون توبيكال كريم، اللي هو الكريم عشان استخدمه في اماكن اللي فيها التهاب شديد عشان يهدم الالتهاب ده. خامس حاجة إن أنا أشرب مية كتير، على الأقل 10 كوبايات مية في اليوم، ده على الأقل 10 كوبايات في المية في اليوم عشان أعوض الجسم والأنسجة بتاعتي من المية اللي فقدها وإن الجلد سحب المية دي، خلاص. لو في فقاقيع اتكونت ابعد خالص إنك تفقعها، لا سيبها عشان ما يحصلش عدوى، خلاص. ما بيقولوا لنا إن إحنا ما نستخدمش المخدر الموضعي بنزوكاين أو ليدوكاين لأن في بعض الناس عندهم حساسية منه، فالموضوع هيسبب تهيج ليهم. نتجنب التعرض للشمس خالص خلال 10 أيام العلاج بتوعي دول، لأن ال 10 أيام دول ممنوع إن أنا اطلع بالشمس عشان ما يبقاليش فرصه لزياده الحرق اكتر، ويبقى فيه زياده لفرصه في التصبغ اثناء التقشير والجلد الجديد ده. خلاص يا جماعه نستخدم يا جماعه واقي شمس مناسب، نستخدم واقي شمس مناسب. لو هنتعرض، افرض انا عندي شغل اقعد في البيت يعني 10 ايام، لا استخدم واقي شمس، او استخدم ملابس. لو انت بتلبس البس، ممكن تلبس كم في ال 10 ايام دول، لو انت بتلبس نص كم هات حاجه من الشتوي كده والبسها، ولكن وانت بتختار حاجه حطها في الشمس كده وشوف. لو انت قدرت تشوف الشمس يبقى الحاجه دي التيشيرت ده او القميص ده بيعدي شمسة، يبقى انت عشان تتأكد ان القميص ده ما بيعديش الشمسة افرده وحطه قصاد الشمسة وبص عليه من الخروم الصغيرة بتاعة القميص او التيشيرت. لو قدرت تشوف الشمسة يبقى في خروم صغيرة كده منورة، يبقى ده بيعدي اشعة الشمس، لا هات حاجة تمنع خالص. ده بالنسبة يا جماعة لحروق الشمس وازاي نقدر يعني نعتني بيها. نخش في الفقرة بعد كده، تغيرات لون البشرة، skin color changes. ازاي بيحصل تغير لون البشره؟ في الفقره دي هنشرح فيها الميلانين وبتكون ازاي وتصنيعه ازاي واللي بيحصل بالظبط. هنستغل الفقره دي ان احنا نشرح فيها النقاط دي علشان هنحتاجها في حلقتنا النهارده وهنحتاجها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. طيب الميلانين، الميلانين يا جماعه هو المسؤول عن لون الجلد ولون الشعر وتوزيعه في خلايا او خلايا الكيراتينوسايتس اللي موجوده في طبقه الابيدرمس بتاعتنا وفي الشعر وفي البشره، توزيعه وتركيزه ده جاي من معطيات وراثيه، مش احنا السبب فيه، يعني في معطيات وراثيه من الدي ان ايه بتاعنا هو اللي متحكم في توزيعه وتركيزه، وتوزيعه وتركيزه بيختلف، يبقى ده يدينا الوان البشره مختلفه، نلاقي كل الناس كده الوان بشرتها مختلفه، الست الوان اللي احنا اتكلمنا فيها بالوان البشره المختلفه بناء على ايه؟ بناء على توزيع وتركيز مختلف للميلانين. التوزيع والتركيز ده ناتج من معطيات وراثيه احنا مالناش دخل فيها. الميلانين هو المسؤول عن حمايه الجلد يا جماعه من الاشعه الفوبنفسجيه، والتعرض المستمر لاشعه الفوبنفسجيه او اشعه الشمس دي بيزيد من تكوين الميلانين ويخلي البشره بتاعتنا اكثر لونها اكثر يبقى داكن اكتر، وده بنشوفه مع البشره القمحيه النوع اللي هو الثالث والرابع، لما التعرض المستمر ده ممكن يبدا ان هو يخلي البشره لونها غامق اكتر. طب ايه اللي بيحصل بالظبط عشان بشرتك تحمي نفسها من الشمس اثناء تعرضك المستمر للشمس؟ انا عندي يا جماعه هنا ده الشمس، فانا عندي الشمس هنا الشمس دي بتعمل دايركت دي ان اي دامج، يعني بتكسر الدي ان اي بتاع خلايا الكيراتينوسايتس. انا قلت ان الابيديرمز 90% من خلاياها كيراتينوسايتس، ومن ضمن الخلايا ايضا خلايا تسمى الميلانوسايتس، والميلانوسايتس هي اللي بتصنع الميلانين، دي معلومات اساسيه كده.
طب الكيراتينوسايتس دي ايه اللي بيحصل فيها اثناء التعرض لاشعه الشمس؟ اشعه الشمس بتدمر الدي ان ايه، بتعمل دايركت دي ان ايه دامج. طب لما الدي ان ايه اتدمر ايه اللي يحصل؟ جسمك هيطلع عادي خليه جديده ودي ان ايه جديد، فالدي ان ايه الجديد هيبدا ان هو يبدا عنده حساسيه اكتر ان هو يزود تصنيع حاجه اسمها الفا ام اس اتش، الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، وده بيجي من حاجه اسمها البيج ماما. البيج ماما ده يا جماعه هو اللي بيطلع لي كمان من يعني حاجه زي بروتين بيتكسر، اللون الاحمر ده جزء من الاحمر ده هو الالفا ام اس اتش، وفي الالوان ثانيه زي الكورتيكو تريبين ريليز هرمون وحاجات زي كده خلاص. فبيجي الام اس اتش من البيج ماما ده اللي هو البروتين الكبير ده، وبيجي يشتغل على ام سي 1 ريسبتور، ميلانو كورتين 1 ريسبتور، والريسبتور ده موجود على خلايا الميلانوسايت، يشتغل فيبدا يحفز سكند ماسنجرز وباس ويز جوه الخليه عشان يطلع بيصنع الخليه دي تصنع الدي ان ايه بتاعها، يصنع اللي هو الميلانين، يبقى الميلانين بيتم تصنيعه، ولما يتصنع يعبوه في كياس كده، الكياس دي بيسموها ميلانوزومز، يبقى الكياس السوداء والنقط السوداء دي عباره عن كياس مليانه ميلانين تسمى ميلانوزومز. خلاص العمليه زادت، يبقى انا هنا الدي ان ايه الجديد ابتدى يصنع لي اكتر نتيجه الام اس اتش الكتير ده، يصنع لي اكتر المحفز ده، يصنع لي اكتر ميلانين او الميلانوزومز دي، الكياس دي بقت اكتر. طب لغايه دلوقتي تمام، ايه اللي بيحصل فيها؟ حاجه اسمها الميلانوزوم ترانسفير، اللي هو انتقال الميلانوزوم الاكياس دي من خلايا الميلانوسايت، الميلانوسايت اللي هي الخلايا دي، الى خلايا الكيراتينوسايتس اللي هي موجوده، على ان خلايا الكيراتينوسايتس هي اللي موجوده في الطبقات العلويه، فبالتالي انا محتاج ميلانين عشان احمي من اشعه الشمس، لان الميلانين هو اللي بيحمي من اشعه الشمس. خلاص يا جماعه، فيبدا ان هو توزيعها يزيد وتركيزها يزيد، فممكن يخلي البشره لونها داكن، وده المسؤول عن ان البشره يبقى لونها داكن خلاص، وده اصلا الباسوي الطبيعي بتاع تصنيع الميلانين، يعني ده الطبيعي اللي بيحصل يعني. ولكن زياده في تركيزه، زياده في توزيعه على طبقات الكيراتينوسايت، فيدي اللون اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللون بتاع البشره، بيبقى فيه اصبح بقى لون داكن. خلاص يا جماعه، ده كله بيحصل طبيعي. يبقى انا في حتى احنا ده اللي هو عمليه دي اسمها الميلانوزوم ترانسفير، اللي هي انتقال الميلانوزوم من الميلانوسايت الى الكيراتينوسايت. طب الميلانين ده يا جماعه انواع، في نوعين من الميلانين، حاجه اسمها الاوميلانين والفايوميلانين، يعني اوميلانين فايوميلانين. الاوميلانين ده وده المسؤول عن لون البشره، اللون البني او البني الغامق، لو زادت لو تركيز زاد يبقى اغمق في اغمق. الاوميلانين لما هو البني لو هو ده اللون بتاعه، لما يبقى اللون بتاعه فاتح شويه يبقى اللون البني الفاتح فاتح، يزيد تركيز الاوميلانين يبقى غامق، يزيد تركيز يبقى اغمق فاهم. اما عند الفايوميلانين ده لونه بينك، ده لونه بينك. طب هنشوفه فين ده؟ نشوفه في الشفايف، نشوفه في الاعضاء التناسليه، نشوف في النبلز. اللون البينك ده يا جماعه نتيجه الفايوميلانين اللي هو نوع من انواع الميلانين. ونلاقي في ناس يا جماعه لون شعرهم احمر نتيجه الفايوميلانين، الميلانين بتاع شعرهم هو فايوميلانين مش اوميلانين، تمام؟ فبالتالي في عندي نوعين، اوميلانين فايوميلانين. طب في عندي يا جماعه حاجه اسمها سيلف تانينج او صن تانينج، ده عباره عن ان حد يحصل له لون غمقان اللي هو اللون البرونزي بدون التعرض للشمس. ازاي؟ عن طريق استخدام مستحضر تجميلي، المستحضر ده فيه مركب اسمه دي اتش اي داي هيدرو اسيتون، سوري داي هيدروكسي اسيتون. الداي هيدروكسي اسيتون ده عباره عن مركب كيميائي بيتفاعل مع الاحماض الامينيه اللي موجوده في الجلد، فلما يتفاعل معاها يديني نواتج، النواتج دي بيبقى لونها لون الغمقان شويه، واللون الثاني البرونزي الجذاب اللي احنا بنشوفه ان الست تبقى عايزه تاخد لون ثاني فتروح تقعد في الشمس، او لا انت ممكن هي تاخد اللون الثاني وهي قاعده في البيت عن طريق تجيب اي مستحضر في الدي اتش اي دي داي هيدروكسي اسيتون، وتبدا ان هي تستخدمه كل يومين في البدايه وممكن كل اسبوع عشان تحافظ على اللون، وتبدا ان هي لونها تاخد اللون الجذاب اللي هو اللون التان ده يا جماعه. ده بس عشان المصطلح ده هنشوفه، يعني احنا بنرمي زي مقدمه انتروداكشن كل شويه نرمي معلومه هنحتاجها كمان شويه. طيب ندخل في اختيار واقي الشمس، ازاي تقدر تختار واقي الشمس؟ واقي الشمس هو عباره عن فارماسيوتيكال بريبريشن، يعني مستحضر صيدلي بيمتص، يعني ده بنقول عليه سان سكرين، او يعكس ده اللي بنقول عليه سان بلوك، يعني ممكن يمتص اشعه الشمس ويتفاعل معاها ويخلصنا منها، او يبقى زي المرايه يعكس اشعه الشمس خلاص، يبقى يمتص او يعكس اشعه الشمس الفوق بنفسجيه وحمايه الجلد من اضرارها، ده تعريفه. طيب عندنا نوعين يا جماعه، نوع كيميائي وده النوع اللي بيمتص الكيميكال سان سكرين، وده بيمتص اشعه الشمس ويتفاعل معاها، يعني خليها تدخل جوه الجلد ويبدا يتفاعل معاها ويكسرها، فبينتج من التفاعل ده حاجه اسمها فري راديكالز، والتفاعل الناتج ده بيبقى ثانوي، يعني بنقول عليه سكندري فري راديكالز. الفري راديكالز دي لها تاثير طبعا، ان هي ليها تاثير ممكن تبقى ان الجلد، الناس اللي بتستخدم النوع ده من انواع السان سكرين يجي لها شيخوخه جلد مبكر، صح ولا ايه؟ عشان الفري راديكالز دي. ولكن شركات التجميل طبعا شركات محترمه، فبالتالي قدرت ان هي تتخلص من المشكله دي عن طريق ان هي بتحط
انتي اوكسيدانتس قويه في المنتجات بتاعتي، يبقى نلاقي المنتجات فيها مضادات اكسده قويه عشان تخلصني من الفري راديكالز دي. دي النوع الكيميائي، وده النوع الاكثر شعبيه، وده اللي انا بقول عليه سان سكرين. النوع الاخر بقى هو النوع الفيزيائي، او بنقول عليه الفيزيكال سان سكرين، او بنقول عليه سان بلوك اللي بيعكس بقى، او بنقول عليه المينرال سان سكرين. المينرال سان سكرين ده النوع الفيزيائي يا جماعه، وده اللي بيعكس، وده اللي بيبقى عامل زي المرايه، وده مالوش شعبيه او ليس مقبولا عند السيدات او عند الناس اللي بيستخدموه، لان هو بيدي بيتحط على البشره، بيخلي البشره لونها جريسي، بيبقى لونها كده لامع، لازق فيه لزوجه شويه ودهني كده، فده انا ما بحبوش. وده النوع ده يا جماعه بيبقى موجود في مركبات زي الزنك اوكسيد او تيتانيوم دايوكسيد، ولكن النوع ده مفيش اي تفاعلات كيميائيه، ما بيعملش فري راديكالز، بيبقى نوع مناسب للبشره الحساسه. ليه؟ لان الفري راديكالز دي لما تتكون ممكن يبقى البشره حساسه فيه، فالنوع ده ممكن يبقى مناسب مثلا للبشره الحساسه، مناسب لبعض الناس علشان احميهم حتى من الفري راديكالز اللي طالعه دي، حتى لو انا بستخدم انتي اوكسيدنت. فحتى هو مش مقبول شعبيا، ولكن هو يعني هو من الحاجات الكويسه قوي ان هو بيعمل بلوك خالص وبيعكس، وده ما فيش اي تفاعل كيميائي بيحصل. ده بالنسبه للنوع الفيزيائي، يبقى انا ممكن اقول عليه فيزيكال سان سكرين، سان بلوك، مينرال سان سكرين، عشان المصطلحات دي هقولها. ولما اجي اقول لك فلاتر، ده معناه ان المواد نفسها، يعني فلاتر كيميائيه، اقول لك مثلا السان سكرين ده المنتج ده فيه فلاتر كيميائيه، معناها فيه واقي شمس من جوه. زي ايه الفلاتر الكيميائيه؟ زي مثلا البابا بارا امينو بنزويك اسيد، زي الافو بنزون، ودي حاجات انواع كتيره طبعا، ولكن ده يا جماعه بنقول عليها فلاتر كيميائيه او فلاتر مينرال او فلاتر فيزيائيه، خلاص؟ عشان بس ايه، ده زنك اوكسيد او تيتانيوم دايوكسيد. ده بالنسبه لانواع السان سكرين. طب نيجي نشوف ازاي اختار واقي شمس مناسب. اول حاجه هبص عليها يا جماعه وهو معامل الحمايه اس بي اف، يختصر لكلمه سان بروتكشن فاكتور. سان بروتكشن فاكتور اختصارها هو اس بي اف، ده المعامل الحمايه الخاص بالمنتج، وده بعرفه عن طريق ان الشركه اللي بتصنع المنتج تبدا تقيس الاس بي اف بتاع المنتج بتاعها. بتقيسه ازاي؟ بيجيبوا اتنين، واحد يحطوا عليه سان سكرين، واحد ما يحطوش عليه سان سكرين، ويسلطوا على الاثنين نفس كميه الاشعه. خلاص يا جماعه، يسلطوا على الاثنين نفس كميه الاشعه لغايه لما الجلد يحمر هنا وهنا، لغايه لما الجلد يحمر عند الشخص اللي حاطين له السان سكرين بتاع الشركه بتاعتهم، والشخص اللي مش محطوط على جلده سان سكرين، ويحسبوا كميه الاشعه هنا وكميه الاشعه هنا، كميه الاشعه التي تسبب احمرار هنا وكميه الاشعه التي تسبب احمرار هنا، ويبداوا يقسموا الناتج ويقسموهم ويطلعوا لي الناتج، وده بيبقى هو الاس بي اف. يبقى الاس بي اف هو كميه الاشعه التي تسبب احمرار على الجلد المحمي، يبقى الجلد المحمي من منتج الشركه، على كميه الاشعه التي تسبب احمرار على الجلد الغير محمي. طيب يا جماعه الاس بي اف، يا جماعه عندي اس بي اف 15، اس بي اف 30، اس بي اف 50، اس بي اف 100 كاكزامبل، تعالوا بينا نشوف ايه الفرق ما بينهم. لان الاس بي اف 15 ده بيحمي من 93% من اليو في بي ريز، لان الاس بي اف ده هو معامل الحمايه من اليو في بي يا جماعه، مش اليو في اي، من اليو في بي. خلاص، الاس بي اف 15 ده بيحميني من 93% من الاشعه يو في بي، الاس بي اف 30 يبقى انا زودت على 15 15 فبقت 30، لقيته بيحميني من 97%. ايه ده؟ ده زاد 4 بس، 4% بس، يبقى ايه؟ لقيته بيحميني لقيته بيحميني 97% من يو في بي ريز. هنا 30 هزود 20، بقت اس بي اف 50 لقيته حماني بنسبه 98%، يعني زاد 1% بس. هنا 50 حط عليهم 50 كمان، يبقى اس بي اف 100 حماني 99% من اليو بي بيرز، يبقى حماني زاد 1% بس. خلاص، يبقى انا الزياده بتاعت الاس بي اف ملهاش خطوط، ما هواش لينير كده، او ما هواش ليه نسبه معينه، نسبه وتناسب، لا الموضوع مش نسبه وتناسب خالص. لذلك يكفيني ان انا اختار اس بي اف فوق ال 30، كافي جدا جدا ان انا اختار اس بي اف فوق ال 30، علشان ال 97% دول، ال 50% فما فوق يبقى كويس قوي 98%، انما المنتج اللي بيبقى اس بي اف 100 ده اجتهاد كويس جدا جدا من الشركه ان هي تقدر تعمل منتج فيه اس بي اف 100 بيحمي بنسبه 99% اشعه اليو في ريز. ولكن لو لقيت المنتج ده غالي يبقى انا مش محتاجه، انا محتاج اس بي اف 30 فوق ال 30 او 50، انا مش محتاج الكلام ده كله، لان انا خلاص كافي جدا بنسبه 97 98%. ولكن ده اجتهاد كويس من الشركه، ولكن لو لقيت نفس السعر المشكله ان انا اختار الاس بي اف 100. بقى الفكره كلها هي الكوست بنفيت ريشيو، وده يا جماعه الكوست بنفيت ريشيو دي انا بشوفها في بعملها في الادويه، مش فقط يمكن هي في المنتجات التجميل، انا عارف ان انتوا مش هتعملوا الكلام ده، يعني الكوست بنفيت، انت الناس اللي شغاله في الكوزماتكس بيشوفوا العميل كده داخل عليهم، او داخل عليهم ده تعالى لي يا حبيبي تعالى لي في حضني، فاللي هو بيقول عبي له وادي له، فبالتالي حته الكوست بنفيت ريشيو دي مش موجوده قوي. يبقى انا في الادويه لا، موجوده الكوست بنفيت ريشيو، انا لو عندي دواء
بيديني مفعول كويس الكوست بتاعته كويسه عن دوت بيديني مفعول زياده 2% 3% واغلى الضعف، لا انا مش محتاج ال 2 3% دول. هي دي فكره الكوست بنفيت ريشيو. الكوست بنفيت ريشيو من اهم يا جماعه من الحاجات اللي احنا بنختار بيها، من اهم اختيارنا للدواء. طيب ده بالنسبه لي الاس بي اف، يبقى انا عندي كافي قوي. يبقى انا اول حاجه هختار السن سكرين ازاي؟ اول حاجه الاس بي اف كافي قوي 30 فما فوق، خلاص. طيب البشره من النوع الاول والثاني والثالث اللي هي انواع البشره السته، فاكرين اول ثاني ثالث، كافي قوي ان انا استخدم معاهم معامل حمايه 30 فما فوق لان هم حساسيتهم للشمس اكتر. طب النوع الرابع والخامس والسادس، لا دول ان هم اصلا مش حساسين للشمس، فممكن يبقى كافي ان انا اختار لهم 15 فما فوق. يعني كافي ان انا اختار لهم 15 اس بي اف 15 فما فوق لنوع البشره الرابع والخامس والسادس. ده بالنسبه لي معامل الحمايه اس بي اف. طيب يا جماعه اختار واقي شمس واسع الطيف اللي هو برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني مش بس يحميني من اليو في بي، لا يحميني كمان من اليو في اي عشان شيخوخه الجلد، خلاص. يبقى اول حاجه اس بي اف مناسب، تاني حاجه اختار حاجه برود سبيكترم يشتغل على اليو في بي ويشتغل على اليو في اي، ده تاني حاجه. تالت حاجه مقاومه الماء، في عندي نوع ووتر ريزيستنس ده بيقاوم حتى 40 دقيقه في الميه، يعني انت لو حطيته دخلت البحر تقعد 40 دقيقه محمي، فوق ال 40 دقيقه بيضعف معاك، يبقى ده بيفضل يقاوم وانت في الميه جوه 40 دقيقه. في نوع تاني اسمه فيري ووتر ريزيستنس وده بيقاوم حتى 80 دقيقه داخل الميه، خلاص يا جماعه. ده بالنسبه للووتر ريزيستنس والفيري ووتر ريزيستنس. طيب عامه كده بنحط السان سكرين بعد ما اخترناه، يبقى انا ابص على الاس بي اف، ابص على البرود سبيكترم، ابص على مقاومته للماء. طيب بعد كده يا جماعه استخدمه ازاي؟ قبل ما تتعرض للشمس ب 20 دقيقه حطه على جسمك، قبل ما تتعرض للشمس حطه على الاماكن الزهره من جسمك واطلع عادي في الشمس، بعد ساعتين هتحط تاني، وفي منتجات بعد اربع ساعات، يبقى من ساعتين لاربع ساعات على حسب المنتج، ولكن هو المفروض ان جنرال كده بعد ساعتين هتحطه مره ثانيه، كل ما بتعدي عليك ساعتين وانت في الشمس هتحطه مره ثانيه. طيب نزلت البحر، نزلت حمام السباحه، انت عندك المنتج ده ووتر ريزيستنس او فيري ووتر ريزيستنس على حسب بقى، انت قاعد في الميه 40 دقيقه 80 دقيقه مش مشكلتي، طلعت بعد 10 دقائق 20 دقيقه وانت طالع هتحط، طلعت من الميه بحر حمام سباحه هتحط تاني، قعدت 20 دقيقه 40 دقيقه هتحط تاني، خلاص. يبقى انت دخلت الميه طلعت هتحط. طب دخلت الميه لو انت حاطط منتج 40 دقيقه تفضل 40 دقيقه ما تزودش عن 40 دقيقه، يعني بعد نص ساعه تطلع تحط تاني وتنزل الميه تاني، خلاص يا جماعه. كده كلام ان جنرال عشان لما نيجي نشرح منتجات الشركات ما نتعبش قوي نقول لك ده بيستخدم ازاي ده بيستخدم. يبقى احنا اتكلمنا وده الاستخدام عامه بتاع السان سكرين عامه. يعني الجنرال سكيما، نشوف السكيما دي بقى يا جماعه، ودي متعودين علينا في اي شرح اي حلقه بنشوف سكيما كده ازاي نبدا نستخدم. اول حاجه اول حاجه عشان نبدا نتعامل مع واقيات الشمس في الصيدليه، اول حاجه اختيار المنتج، هتختار ايه؟ ايه اللي انت هتختاره؟ سيبك من الشركه، ريسيت على شركه معينه، ولكن ايه المنتج بتاعك؟ ما الشركه موفره منتجات مختلفه، هنشوف منتجات دلوقتي مختلفه، شركه منزله اكتر من منتج، انت هتختار انهي منتج من الشركه دي بقى؟ اولا اللي هيحدد نوع المنتج هو نوع بشرتك، لو بشره عاديه جافه فانا هستخدم كريم او حليب بحيث ان هو يرطبها، يبقى واقي الشمس وفي نفس الوقت يشتغل كمرطب او يشتغل كمرطب للبشره الجافه. طب لو لقيت البشره دهنيه، لا مش هينفع احط حاجه عليها كريم، هحط حاجه فيها فلويد مثلا سريع الامتصاص مش هيسيب اي اثر دهني عشان مشاكل، او احط منتج الشركه عاملاه للبشره الدهنيه بتخلصه من الدهون الزياده او بتخلصه من اللمعان الزياده، في منتجات كده مخصصه مش مجرد فلويد، لا مجرد فلويد وفي مواد بتمتص السيبم اللي هو الافرازات الدهنيه الموجوده. يبقى نوع البشره هيحدد لي الاختيار بتاعي. حساسيه البشره، لقيت بشره حساسه ابعد عن اي منتج فيه كحول، منتج فيه بارابين، منتج فيه العطر، لان في منتجات سان سكرين فيها عطور فالعطور ايضا ممكن تسبب حساسيه، وممكن يفضل في البشره الحساسه استخدم المينرال سان سكرين اللي هو ايه؟ اللي هو الفيزيكال سان سكرين اللي هو النوع اللي بيسيب ايه؟ اللمعه ده او اللي انت بتشوف اللي احنا قلنا عليه مش محبوب شعبيا، ولكن النوع ده ما فيهوش ما بيكونش فري راديكالز، وممكن يبقى في بعض انواع البشره الحساسه يا جماعه، في بعض انواع البشره الحساسه حساسه للانواع الكيميكال سان سكرين، خلاص. يبقى حساسيه البشره هي نفس الفكره هتخليني برضو اشوف الاختيار بتاعي هيقع على انهي منتج. طيب لقيت الشخص ده عنده بقع داكنه مثلا، عنده حبوب شباب قديمه عامله له بقع داكنه، واحده عندها مثلا كلف، واحده عندها مثلا احمرار اللي هي الروزيسي، احمرار شويه في 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 في, 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 في او شوائب في البشره، احمرار يعني دي كلها بنقول عليها شوائب، بقع احمرار الحاجات دي بنقول عليها شوائب البشره. طب نختار ايه بقى؟ في منتجات فيها تبييض، يعني في حاجتين،
واقي شمس صن سكرين ومبيض، يبقى ده يبقى شفتوا يا جماعه متخيلين، يبقى انا مش هختار مجرد كده، لا ده انا لازم اعرف تفاصيل عشان اقدر احدد عليه اختيار. يبقى في واقي شمس مع مضاد للبقع وايه مبيض. في حاجه كمان ان هم موفرين منتجات تنتد او ككريم اساس، اللي هي المنتجات اللي هي اللون الكريم بتاعهم لون ولون البشره اللي هو الملون، وممكن في درجات، درجه خفيفه درجه غامقه على حسب لون بشرتك. لما انت تيجي تحط الكريم الملون ده اللي هو بنقول عليه مصطلح بين السيدات اسمه كريم اساس او الفاونديشن، ده عباره عن ايه؟ عباره عن كريم اساس بيتحط كده يا جماعه بعد يعني من الخطوات بتاعه الميك اب بتاعه الست، بيتحط كريم الاساس. لما بيتحط بيوحد لون البشره، لو في بقع مش عارف ايه البشره بتاخد لون واحد كده خلاص. اللون الواحد ده انا عندي سان سكرين بيوفر الميزه دي، ان اللون بتاع السان سكرين هو فيه لون اللي هو لون اساس بنقول عليه تينتد. ده يا جماعه لو واحد عنده شوائب بشرته لما يجي يحط السان سكرين يبقى هو قدر ان هو يتخلص، بيشتغل كاحد يعني الست قدرت ان هي خطوه من خطوات المكياج اللي هو كريم الاساس اتحط من هو السان سكرين، يبقى في حاجتين سان سكرين وكريم اساس، وفي نفس الوقت قدر ان هو يلغي كل الشوائب الموجوده ويخفيها عن طريق اللون بتاعه. حاجه اخيره يا جماعه وانا بشوف المنتج بتاعي هي العمر، هل هو كبير ولا صغير، لان الاطفال ليهم المنتجات بتاعتهم والكبار ليهم المنتجات بتاعتهم. كده انا قدرت ان انا اختار المنتج بتاعي، خلاص اخترت المنتج. طيب انا عندي يا جماعه السان سكرين اهو، اخترت المنتج، تعالوا بينا بقى نشوف. هنا الشمس اهي موجوده اهي، وانا هنا لسه في البيت اهو راح المصيف اهو، هحطه امتى؟ هحطه قبل ما اخش على الشمس واطلع من البيت بتاعي ب 20 دقيقه، قبل ما اطلع بحوالي 20 دقيقه، واحط بكميه كافيه، احط المنتج بكميه كافيه. لو حطيت بكميه قليله ممكن ما اخدش الحمايه الكامله بتاعه المنتج بتاعي، يعني لو منتج مثلا فوق ال 50 بلس 50 ممكن ما اخدش الكميه الكافيه بتاعي لو حطيت كميه قليله، فبالتالي لازم احط كميه كافيه من المنتج قبل ما اتعرض للشمس ب 20 دقيقه. الشمس بقى بتبدا اليو في بي من امتى؟ اليو في دي بتبدا تظهر معايا من الساعه 10 الصبح، هنا الساعه 10 الصبح لغايه 4 العصر، والشمس موجوده هنا في النص في وقت الظهيره كاكثر مكان لشدتها. هنا انا داخل اهو داخل على الشمس الساعه 10 الصبح، وحطيت هنا قبل ما اطلع من البيت ب 20 دقيقه حطيته، وابتديت ان انا اخرج 10 الصبح ل 4 العصر. بعد ساعتين يعدوا عليك، كل ساعتين بقى كل ساعتين هتحط مره ثانيه، كل ساعتين هتحط مره ثانيه، دخلت حمام السباحه، دخلت البحر وطلعت هتحط مره ثانيه، خلاص لغايه الساعه 4 العصر، بعد كده بقى بتبدا ان انت تروح. طب هنبدا ان احنا نشوف بقى في ناس ما حطتش الصن سكرين، في ناس ما استخدمتش واقي الشمس، ممكن ان هي في المصيف تعرضت للحروق، ففي حاجه اسمها الافتر صن. الافتر صن دي منتجات يا جماعه، منتجات بتبدا ان هي ترطب وتلطف الجلد وتستخدم لمدار عده ايام، اللي هي الايام بتاعه حروق الشمس اللي هي 10 ايام اللي هو المتتاليين بتوع حرق الشمس، ودي منتجات الشركات بتوفرها. يبقى الشركات بتوفر لي ايه؟ بتوفر لي سان سكرين مختلف، كريم فلويد اطفال كبار، التنتد اللي هو الملون مش ملون، كل ده هنشوفه في الشركات اللي هو السان سكرينز باختلاف انواعها، الاختلافات اللي انا قلت لك عليها دي. بعد كده بتوفر لي منتج على حسب الشركه، طبعا معظم الشركات بتوفر لي منتج حاجه اسمها افتر صن للحروق اللي انا قلت لك عليها دي. في منتج تاني اللي هو ايه؟ سيلف تانينج او سانلس تانينج، اللي هو فيه مركب الدي اتش اي اللي هو الداي هيدروكسي استون. ده يا جماعه منتج اللي هو الدي اتش اي اللي بيتفاعل مع الاحماض اللبنيه عشان يديني لون البرونز الجذاب. فهنلاقي الشركات كلها، كل كلامنا وحديثنا باختلاف الشركات في الثلاث اربع نقاط اللي انا قلت لكم عليها دي. خلاص يا جماعه الموضوع سهل وبسيط، تعالوا بينا ناخد بريك سريع وبعدين ندخل في منتجات الشركات، هنلاقي الموضوع مفيش اسهل من كده، ونعرض عليكم منتجات الشركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم تطبيق فارماتيوب يتم شرح فيه البيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي، وفارماكوثيرابي. تستطيع من خلال هذا التطبيق وهو متوفر على الجوجل بلاي أن تشاهد جميع الفيديوهات بشكل منتظم، حيث يحتوي التطبيق على 20 قسم، كل ما عليك هو اختيار القسم ومن بعدها الحلقة التي تريد مشاهدتها، علماً بأن جميع الفيديوهات تأتي للتطبيق بشكل تلقائي، لا تحتاج لتحديث التطبيق. حمل التطبيق الآن من متجر جوجل بلاي. ندخل في منتجات الشركات ونبدأ بشركة بايوديرما. بايوديرما الرينج بتاعهم أو المجموعة بتاعت السان سكرينز بتاعتهم اسمها فوتوديرم. فوتوديرم ده اسم المجموعة بتاعت، وده المصطلح اللي هو اي بروتكت. فاكرين لما كنا بنقول اي برنامج من برامج بايوديرما سواء بشره دهنيه بشره جافه الحاجات دي، بنقول في حاجه اسمها اي كلينز اي تريت اي مينتين اي بروتكت. اي بروتكت ده هو السان سكرين
بتاعهم. تمام يا جماعه، يبقى هو ده الفوتوديرم اللي بنتكلم عليه. الفوتوديرم بتاع ممكن يستمر معايا لغايه 4 ساعات، يعني احنا قلنا الجنرالز كل ساعتين بتحطه، بس ده ممكن يستمر معايا لغايه 4 ساعات. ومش عايزين يا جماعه نكرر حته الاستخدامات او تعليمات الاستخدام، يعني تعليمات الاستخدام دي مش عايزين نكررها. ممكن بس هنزود حته الناس اللي بتلعب رياضه، يعني بعد ما بتلعب رياضه حط السان سكرين تاني، حتى لو ما كملتش نص ساعه او ساعه حط السان سكرين تاني، لان وانت بتلعب رياضه وحركه الجسم مع بعضها والتعرق والحاجات دي بيقلل من فعاليه السان سكرين. فبعد لعب الرياضه تمام حط سان سكرين، اعتبر الرياضه دي زيها زي البحر، زيها زي حمام السباحه. خلاص مش هنكرر حته تعليمات الاستخدام دي تاني. الفوتوديرم بيعتمد على، هو طبعا بيحمي من اليو في اي واليو في بي، هو برود سبيكترم. وعامه يا جماعه معظم الشركات شغاله على حته البرود سبيكترم دي. هو بيعتمد على براءه اختراع واخدها اسمها سيلولار باي بروتكشن. السيلولار باي بروتكشن دي براءه اختراع بتحمي من، طبعا هي مكونه من فلاتر، يعني السيلولار باي بروتكشن مكونه من فلاتر. الفلاتر اللي هي اقصد بيها الفلاتر اللي هي بنتكلم عليها، سواء الكيميائيه اللي هي الكيميكال سان سكرين، وفي بعض المنتجات فلاتر اللي هي الفيزيائيه فيزيكال سان سكرين اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. فهي فيها فلاتر، فلاتر بتحمي. طبعا هتحميني من ايه؟ من تلف الخلايا او الدي ان ايه بتاع الخلايا من اشعه الشمس اللي بتدي ان هي بتظهر شيخوخه مبكره والكلام ده كله. فده فكره براءه الاختراع اللي هو سيلولار باي بروتكشن. انا عندي الفوتوديرم هيقدم لي حاجات للبشره الجافه، للبشره الدهنيه والحاجات دي، وفي منها سبراي عشان يبقى في الجسم عامه سريع، وفي منها يعني هنلاقي فيه منتجات مختلفه. انا عندي الفوتوديرم يا جماعه هنقسمها حاجتين، الاول اس بي اف 100 و اس بي اف 50 بلس. 100 يعني الاس بي اف بتاعه 100 خلاص، وده بيديني حمايه قلنا 99% من اليو في بي. طب الاس بي اف 100 بقى، دي اول سلايد معانا خاصه بالاس بي اف 100. انا عندي الفوتوديرم كريم اس بي اف 100، ده كريم يبقى البشره الجافه، مش محتاجه ان انا اتكلم كتير. فلويد سائل سريع الامتصاص، يبقى انا محتاجه للبشره الدهنيه. خلاص يبقى انا لو واحد عايز فوتوديرم اس بي اف 100 اسال اشوف بشرته ايه الاول، جافه اديله اللي هو الكريم، فلويد اديله للبشره الدهنيه او المختلطه. تمام، الجافه والعاديه بديها كريم، العادية بعملها زي الجافة، المختلطة بعملها زي الدهنية. الفوتوديرم ماكس، طبعا ماكس دي اللي هي اس بي اف 100 عشان هو ماكس اس بي اف 100، يعني هو اسمه كده فوتوديرم ماكس فلويد اس بي اف 100، ده الاسم كده كله بتاع المنتج. يعني حتى لما تيجي تسميه في الصيدلية او تكود المنتج وكده بيبقى اسمه كده فوتوديرم ماكس اس بي اف 100 خلاص، او سواء بقى هو كريم او فلويد او ليه ده اللي هي ميلك. يعني في فوتوديرم ماكس ميلك اللي هو ليه اس بي اف 100، ده مناسب للجسم يا جماعه زي كده ايه، مرطب للجسم مع سان سكرين، يعني ايه بدلك بيه الجسم وكده. في عندي بقى الكريم اللي هو التنتد بقى، واحد عنده شوائب في بشرته، والشوائب دي تختلف مسمياتها بقى، في عندي بقع من حبوب الشباب، في عنده فرط تصبغ زي كلف، في عنده مشاكل زي الحمره بتاعت الورديه دي اللي هي الروزيسي. فدي كلمه شوائب كلمه عامه شويه، فده تنتد بقى. تنتد هنا مصطلح تنتد في مصطلحات الكوزموتكس اللي هو ملون ككريم اساسي، يعني اللي هو فاونديشن. فعاملين منه درجتين لون، درجه فاتحه ودرجه غامقه. درجه فاتحه الواحد بشرته فاتحه، الغامقه الواحد بشرته غامقه خلاص، عشان لما يجي يفرده على بشرته يبقى مناسب لبشرته خلاص. يبقى في عند الكريم التنتد اس بي اف 100 في الدرجتين الفاتحه والغامقه، ده الفوتوديرم اس بي اف 100. فوتوديرم 50 بلس اس بي اف 50 بلس، يبقى انا خلصت الفوتوديرم اللي هو الماكس الاس بي اف 100، في عند ال 50 بلس ماكس ده برضو ماكس اللي هو ال 50 اس بي اف 50 بلس. في عند الكومباكت تنتد، الكومباكت تنتد زي الكومباكت باودر يا جماعه. انتوا بصوا، يعني انا لما بغلب بسال المدام، يعني المدام طبعا والستات عامه بيبقى عندهم طبعا الموضوع ده التجميل عندهم، يعرفوك بقى يقول لك ايه الكريم الاساسي ده بقى، والبي بي والسي سي والتونر شغلهم بقى. انت طبعا انت دخيل عليهم في الحته دي، خاصة أنا لسه جديد في الموضوع ده، فلما بغلب بسأل، وأنت طبعا يعني لما تغلب كده اسأل. كومباكت بقى، في عندهم الباودر ده نوعين، اللي هو المضغوط اللي هو الكومباكت والسايب خلاص. بودر السيب ده من ضمن اللي هي البروتوكولات بتاعه التجميل بتاعتهم يعني. فده موفرين فوتوديرم اللي هو موفرين سان سكرين على هيئه كومباكت باودر. كومباكت باودر يا جماعه هو بيبقى فيه حته القطنه سوري الاسفنجه المدوره دي، وبيبدا ان انت تغمسها في الكومباكت باودر ده وتبدا ان انت تطبقها على البشره. فده موفرينه في حته ايه اللي هو الفوتوديرم ماكس كومباكت تنتد، وده ملون في درجتين منه، درجه فاتحه ودرجه غامقه. ده بيلاقي بواحد لون البشره يا جماعه، وبيقلل العيوب تمام، وبيدي البشره كده اللون. بدل ما هي يعني بدل ما هي بتستخدم الكومباكت باودر بتاعها، الباودر اللي هو الكومباكت بتاعها العادي، ممكن تستبدله بباودر كومباكت في سان سكرين. هو ده الاستبدال بقى خلاص. الفوتوديرم ماكس سبراي بقى ده مناسب للبشره، حساسه مناسب للجسم. انا عايز بقى جسمي كامل بقى، عايز سبراي مش هقعد بقى ادهن بقى، يبقى ده مناسب للبشره حساسه مناسب للجسم. ده 50 بلس، في فوتوديرم اس بي اف 50 بلس
اسمه بقى فوتو ديرم سبوت، وده مميز جدا جدا للناس اللي عندها مشاكل في فرط التصوير. يعني مثلا واحده عندها كلف وعايزه سان سكرين، ممكن اوصف لها ده خلاص، يبقى ده مناسب لحاجتين، ان هو او واحد عنده بقع من حبوب الشباب وعنده مشكله في التصبغ وزياده في التصبغ، يبقى انا ده مناسب جدا جدا. ومناسب يا جماعه قبل وبعد عمليات الليزر او اجراء معالجات جلديه زي الندوب والحاجات دي، لان الحاجات دي واحد مثلا اتجرح، واحد مثلا حصل له حرق من الدرجه الاولى في وشه وعايز يطلع في الشمس وكده، لا ما هو الحرق ده هيبقى عندي فرصه ان في تصبغ، يعني عندي فرصه ان بشرته تسمر شويه من اماكن الحرق، فدي له صن سكرين كده كده لازم احميه طبعا، طالما في حرق لازم احميه عشان ما يحصلش فرط التصبغ، وفي نفس الوقت هيشتغل على حته التصنيع الميلانين وفرط التصبغ، فبالتالي يقلل من فرصه ان هو يحصل له فرط تصبغ. ده انسب اختيار. ومش بايوديرما بس اللي بتقدم الاختيار ده، الشركات معظم الشركات بتقدم اختيار حته ان هو صن سكرين مع حاجه للهايبر بيجمنتيشن سبوت والحاجات دي. خلاص يا جماعه فهمت فكره ازاي توصف منتج زي ده؟ واحد مثلا حصل له جرح فهو هيتعرض للشمس، ففي نفس الوقت في فرصه ان يبقى فيه تصبغ، او في واحد عنده حته تصبغ قديمه ففي فرصه ان انت ممكن تقلل له الحته دي. حته الفوتوديرم سبوت اس بي اف 50 بلس دي هتبقى اختيار مثالي ليه. بيتكون من ايه؟ طبعا احنا عندنا حاجه جديده فنشوف بيتكون من ايه. بيتكون طبعا اللي هو السبوت اس بي اف 50، احنا حتى كاتبين المكونات الهامه للفوتوديرم سبوت اس بي اف 50، لو انت مثلا افتكرت ان المربع ده بتاع المنتج اللي قبله، عشان قلت لكم لما نيجي نذاكر يا جماعه، يعني بص احنا ابتدينا نذاكر من الشمال كده واحنا ماشيين لليمين، الكلام بيتكتب كده خلاص. هنا مثلا خدنا المنتج ده لغايه هنا لو جيت قسمت الصفحه تقسمها للمنتج ده وفي النص المنتج ده وهنا للمنتج ده، لان انت في الصفحات بتلاقي كذا اكتر من منتج، ما احنا مش هنعمل لكل منتج صفحه بقى، ده احنا ده هنا انا بكلمك هنا في 312 صفحه، ملف 312 صفحه، انا الحمد لله خلصناه يعني تمام، ومجمعين المنتجات واشهر الشركات، يعني مش الشركات كلها، ده اشهر الشركات يعني. فانت بتتكلم ان انت ان شاء الله عايز بقى 1000 صفحه بقى يعني، فالموضوع يبقى صعب يعني. فبالتالي لما تيجي تقسم الصفحه قسمها الاول قبل ما تذاكرها، قلك كده اعمل كده زوم اوت كده وبص من بعيد كده واقعد بقى ضيق في عين ووسع في عين لغايه لما تقسم الصفحه هتلاقي الموضوع سهل. فالمربع ده خاص بالمنتج ده بيحميني يا جماعه من اليو بي اي وبي، نفس الفكره في سيلر بايب بروتكشن. ايه الاضافه يعني؟ ايه الاضافه اللي هو عشان السبوت الهايبر بيجمنتيشن سبوت اللي هو الليكورش اكستراكت. يا جماعه في من ضمن الليكورش اكستراكت اللي هو خلاصه الليكورش عادي اسوس، في حاجات كتير قوي يا جماعه، اللي هو في ماده مركب اسمه الجلابريدين، وده الجلابريدين بيشتغل ان هو بيقلل انزيم يسمى تايروزينيز انزيم. التايروزينيز انزيم ده اول انزيم في تصنيع الميلانين. الميلانين بيجي منين؟ من امينو اسيد اسمه تايروزين. اول انزيم يشتغل على التايروزين هو التايروزينيز انزيم، فيوقف التايروزينيز انزيم فيمنع تكوين الميلانين، فهيبقى كويس جدا جدا لو واحد عنده ريسك ان هو يجي له زياده في تصبغ نتيجه جرح، نتيجه حرق، نتيجه كده، استخدم معاه واقي الشمس ده. ندخل في منتجات ايضا الفوتوديرم وبايوديرما لسه موجوده معانا. عندنا منتج الاطفال فوتوديرم الكيد سبراي اس بي اف 50، ده مخصص للاطفال، ده بيحميهم بقى بشكل كبير من التلف الدي ان ايه، وده يا جماعه هنلاقيه ان هم بيشتغلوا على يعني ضايفين عليه مركبات عشان حمايه قصوى ضد تلف الدي ان ايه، لان الاطفال عشان نحميهم اكتر من ما يحصلش الخلايا بتاعتهم مشاكل وتلف. خلاص يا جماعه. وعندي الفوتوديرم اللي هو افتر سان بقى، مش انا قلت لكم في منتجات اسمها افتر سان، ده بقى حليب مرطب لما بعد حروق الشمس، واحد بقى حصل له حروق شمس فبيستخدم كده يا جماعه على حروق الشمس دي، وممكن كمان يستخدم عشان يطيل فقره بقاء التان على الجلد، لو واحده مثلا راحت المصيف وحصل لها عمل التان لون بشرتها تغير، فبالتالي عايزه برضو حاجه تساعد ان اللون ده ما يروحش منها اكتر، ممكن تستخدم المنتج ده. المنتج ده يا جماعه بيستخدم ايه؟ يوميا بعد حروق الشمس دي او بعد المصيف على طول لايام متتاليه لغايه لما يحصل شفاء خالص للحروق دي. بيحتوي على مرطبات وملطفات قويه زي الالانتوين والجليسرين والجينكو بايلوبا وزبده الشيا شيا بطر، كل دي بتبقى من التكوين بتاع المنتج ده. اسمه ايه؟ اسمه اللي هو المنتج افتر سان بتاع فوتوديرم، يعني ممكن انت لو ما تعرفش تنطق الفرنسيه او تتكلم فيها زي حالتي كده، ايه ده الافتر سان بتاع الفوتوديرم، وده بيبقى لونه مختلف، لونه ازرق، دايما الافتر سان بنلاقي اللون الازرق معاهم، يبقى ده كلهم لونهم برتقاني، ده الافتر سان بتاعهم. اسمها ايه؟ الافتر سان او المنتج بتاع السان ستاننج اللي هو ده اسمه سان ستاننج
بنلاقيه واخد لون البرونزي، ده اللون البرونزي الجذاب، ملونين العلبه او العبوه زيه. تمام يا جماعه، ده بقى صن ستاننج بتاع بايوديرما. صن ستاننج اللي هو ايه، او السيلف تاننج اللي هو اعطاء لون السمره، اسمه لون السمره او اللون التاننج او اللون البرونزي الجذاب ده بدون التعرض للشمس. يعني حطه في البيت وبدون تعرض هيديك اللون. ازاي هتستخدمه؟ في مركب اسمه دي اتش اي ده هيدروكسستون، بيتفاعل مع رمان اسيد يكون اللون ده، وده بيستخدم يا جماعه مره يومين، مره في اليوم لمده 3 ايام، اول 3 ايام مره في اليوم، ثم مره كل يومين. وعشان تفضل اللون ده، لو انت بقى عاجبك اللون بقى وتفضل عليه، ممكن مره في الاسبوع، وبيتحط على بشره نظيفه وجافه. وطبعا مش هدينه بقى على وش بس، اخلي له وش كده لونه تاني، لا ده طبعا بتبقى ايه، منطقه كده الرقبه واعلى الصدر والدراع، يعني بتدهن كده في مناطق كتير جدا، يعني عشان نقدر نخلي اللون يعني موحد، ما تبقاش مثلا ايه مبقعه يعني خلاص. واهم حاجه بقى نغسل ايدينا كويس، يعني واحد حتى هم عاملين حتى زي جلاف كده مخصص عشان تدهن بيه. ليه؟ لان هو لو انت دهنت بايدك وقعدت تدهن بايدك، هتلاقي ايدك بعد ما تخلص هتلاقي ايدك كلها بقت واخده اللون بشكل كبير جدا، فهيبان قوي ان انت لاعب في حاطط حاجه مش مظبوطه. فبالتالي عشان السيدات ما يبينوش بيغسلوا الايد بسرعه، او بيحموا الحته دي ان هم بيلبسوا زي جلاف كده مخصص، زي في اسفنج كده عشان ياخد، او قطن خفيف كده ياخد الكريم ويدهنوا بيه الجسم علشان يحموا ايديهم من ان هو يحصل له اللون ده. خلاص يا جماعه، دي فكره استخدام الصن ستيننج او السيلف تيننج من الشركات المختلفه عامه بقى. خلاص، طيب ندخل في شركه ثانيه وهي يورياج. الرينج بتاعها اسمه الباري سان. باري سان ده في عندي بقى منتجات مختلفه، دراي ميست، دراي ميست اس بي اف 50، وفي اس بي اف 30، بس احنا مش جايبين صورته، بس احنا كاتبين تحت اهو متوفر منه اس بي اف 30 للبشره الداكنه. ليه؟ لان البشره الداكنه هي بس محتاجه 30 بس، مش محتاجه ال 50، فهم موفرينه. يعني ده سبراي خفيف يا جماعه للجسم عامة، ده حاجة جميلة للجسم، لما عاوز حاجة للجسم مش للوش بس اختار السبريهات. فالسلايد دي مجمع لي السبريهات بتاعت الباري سان كلها. خلاص، في باري سان سبراي اس بي اف 50 متوفر منه، ده دراي ميست اللي هو خفيف، ده دراي اللي هو سبراي مش تقيل، خفيف كده زي الاكس بتاع المزيل عارف، تلاقي ان في ايه خفيف كده. خلاص، ده سبراي تقيل شوية اس بي اف 50 بلس، وده متوفر منه اس بي اف 30 لبشرة الداكنة يا جماعة، ومتوفر منه منتج مش بيحتوي على عطر اللي هو بقى للبشره الحساسه يا جماعه. خلاص يا جماعه، ده سبراي سائل وده سبراي خفيف. انتوا فاهمين فكره سبراي خفيف يعني ايه؟ اللي هو بيرش، اللي هو بيطلع رذاذ. خلاص، ده سبراي سائل، بيطلع لك سائل. خلاص، ده باري سان دراي اويل، بيطلع لي اويل، ده بقى زيت جاف. تمام، ده بيديني ده للتدليك بقى، وحاجه تبقى كويسه جدا جدا لو حد يعني قاعد في الشمس عايز يدلك بزيت، ده كويس. متوفر منه برضه اس بي اف 30. الباريسان ده سبراي للاطفال يا جماعه، يبقى دي كلها السبريهات بتاعه الباريسان. ندخل على الكريمات بتاعتهم او الفلويد بتاعتهم المختلفه. عندي الباريسان كريم اس بي اف 50 متوفر منه برضه اس بي اف 30 للبشره الداكنه، وعندي الباريسان فراجرانس فري كريم. يبقى انا عندي الكريم وده لو بشره حساسه اختار ايه؟ اللي هو بدون عطر طبعا، بشره حساسه بدون عطر، او واحد مش عايز عطر برضه يديله اللي بدون عطر عادي يعني. خلاص، الباريسان تنتد ده بقى يعمل ككريم اساس، مش محتاجين شرح كتير، في منه لونين، لون عادي ولون الفاتح ولون الذهبي. ده بقى يا جماعه المات فلويد، وده للبشره المختلطه والدهنيه. وكلمه مات هنا يبقى هو في ماتيفاينج ايجنت، يعني انت لما تيجي تشوف اسم المنتج من اسمه هتقدر تفهم مات فلويد، يبقى هو هيبقى فيه ماتيفاين كير. يعني ايه ماتيفاين؟ يعني بيشيل اللمعيه، الدهون الزياده دي والبشره الدهنيه اللي بتلمع عامله زي المرايه، يخلصني من العيب ده، وفي نفس الوقت فلويد سريع الامتصاص مش هيسيب لي اثر دهني، يبقى ده مناسب للبشره المختلطه والدهنيه. يبقى الموضوع سهل قوي ده على فكره يا جماعه. والله الكوزموتكس دي انا كنت خايف منها جدا جدا، موضوع ما فيش اسهل من كده. هو محتاج تنظيم وترتيب وشويه حفظ للمنتجات، وكل الشركات زي عرفت شركه زي الثانيه زي الثالثه زي الرابعه، مش لازم تعرف كل الشركات، مش لازم اعرف، بس ابدا بالشركات الاساسيه زي اللي احنا بنقدمه، الشركات الاساسيه دي المهمه، وبعد كده انزل الصيدله واشتغل، جات لك شركه قابلتها بتاع. كل السيستم واحد، مفيش اختلاف، كل واحد. خلاص يا جماعه، اعرف اساسيات، اعرف شركات اساسيه، احفظ شويه منتجات، ابدا اتعامل وابدا شوف، هتلاقي نفسك ان شاء الله مفيش اي مشكله خالص. والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لحاجه زي كده، لان انا فعلا كنت حته الكوزموتكس دي كنت متخوف ادخلها، وكنت ببعد عندها، وفي نفس الوقت ما كانش عندي الوقت عشان الفارماكولوجي، ولكن استغلنا فرصه الدرماتولوجي، والحمد لله لما دخلنا انا معاك واحنا بنسجل الحلقه الثالثه والصفحه 143 تقريبا، يعني خلاص احنا عدينا النص اهو او حوالي النص، فاحنا بنتكلم يعني ايه الصعب في الموضوع؟ ما فيش صعوبه صح؟
هي بس عايزه شويه حفظ للمنتجات، ومش هتحفظ قوي غير لما تتعامل، يعني لما تنزل صيدليه وتتعامل هتلاقي الكلام ده اتثبت معاك اكتر. نخش في باري سان برضو لسه فيها، الالترا لايت فلويد ده بقى، الترا لايت فلويد يعني ما بيسيبش اثر خالص، وده يعني سريع الامتصاص جدا. ده يا جماعه البشره المختلطه الدهنيه ايضا، في الباري سان ميلك ده برضو حليب، بس ده مش هيبقى البشره الدهنيه، ده للبشره الجافه. والكيد ميلك ده زي لوسيون او ميلك للاطفال، وده بقى اللون اختلف. ليه اختلف؟ عشان ده الافتر سان بتاعهم، ده ايه الافتر سان بتاعهم، وده هنا لون غامق شويه. ليه؟ لان ده السيلف تانينج بتاعهم. مش عايزين بقى نقعد نحكي سيلف تانينج وبيحتوي على الدي اتش اي، الموضوع ما فيش اسهل من كده. لسه في باري سان، ونتكلم عن اخر حاجه في باري سان. انا عندي في منتجات صغيره، في عندي، اوعى تفتكر ان ده مرطب شفايف، لا ده اللي حول البق، يعني حوالين البق والانف، المناطق اللي هي داير كده حوالين البق والانف، ده اما ده هو بتاع الشفايف، ده مرطب الشفايف. ده يا جماعه حاجه اسمها انفيزبل ستيك، لو قريت هنا هتلاقي ستيك انفيزبل، هنا هتلاقي ستيك مينرال. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده مينرال سان سكرين، ده اللي هو لو حطيته هيديك اثر لمعه، اللي هو اللمعه، تمام؟ يعني المحتوى بتاعه سان سكرين مينرال. هوصفه امتى؟ منطقه شديده، المناطق الحساسه قوي، يعني واحد حساس قوي حته الفري راديكالز دي بقى ممكن اختار ده. هم موفرين الاثنين، والاثنين على فكره شغال للحساسه، بس ده حساسه قوي، هستخدمه في المناطق اللي هي حول الانف والفم ودي، تمام؟ هنا بقى يا جماعه اللي هو الستيك انفيزبل، ده الستيك انفيزبل ده مش بيدي، يعني مش بيدي حاجه، يعني ما بيديش لمعه او اي حاجه او اي لون، ده بيبقى مناسب جدا جدا لاي حد عايز يحط على الاماكن دي ما يبقاش فيه اثر او كده، الاماكن اللي هي ايه؟ حول الانف والفم. هنا الباري سان ليبستيك ده اس بي اف 30، واحد عايز يحط على مرطب شفايف وفي نفس الوقت يبقى واقي شمس للشفايف، نختار معاه، يبقى هو عايز كريم لوشها وبرده في نفس الوقت عايز الشفايف تبقى محميه، نقدر نحن نختار اللي هو واقي الشمس، اللي هو الباري سان ليبستيك اس بي اف 30، وهو 30 كافي قوي للشفايف يعني. طب نخش على شركه ثانيه وهي لاروش بوزي، والرينج بتاعهم اسمه انسيليوس. انسيليوس ده هو الرينج بتاع السان سكرين بتاع شركه لاروش بوزي. بيحتوي على ايه ومكوناته؟ هو حمايه مثاليه من يو في بي واي، يبقى هو برود سبيكترم، مقاوم للماء، مقاوم للماء. في نوعين من الفلاتر بيستخدموهم باختلاف المنتجات بتاعتهم، الفلتر الاول او براءه الاختراع بتاعتهم حاجه اسمها الميكس بليكس اكس ال. الميكس بليكس اكس ال ده براءه اختراع بيحمي من اليو في بي واي مع مضادات اكسده، يبقى في فلاتر مع مضادات اكسده. مش عايزين نعرف ايه التفاصيل وايه الفلاتر المستخدمه وايه هي مضادات الاكسده، خلاص. في بقى فلاتر ثانيه، في منتجات ثانيه فيها الاكس ال بروتكت تكنولوجي، حتى تلاقي مكتوب ايه في المنتجات انسيلوس اكس ال، انسيلوس اكس ال. يبقى الاكس ال دي على حسب ايه سواء الميكس بليكس اكس ال او الاكس ال بروتكت تكنولوجي، دي تقنيه يا جماعه واسعه الطيف والمفعول مع حمايه يو في اي ويو في بي مع مضادات اكسده ومضادات للتلوث، تعليمات الاستخدام زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طيب انسيلوس اكس ال اس بي اف 50 كريم ماتيفاينت، اللي هو بيشيل او ماتيفاين كير، ما بيسيبش اثر دهني، وده يا جماعه البشره حساسه، وكمان مع البشره اللي هي فيها بعض البقع الصبغيه، يعني هو كمان كمضادات اكسده وكده بيحمي من تصبغ البشره اللي فيها، لان في بعض مضادات الاكسده زي فيتامين سي والمضادات الاكسده دي بتحميني كمان من زياده الميلانين وبيخلصني من الميلانين الزياده. ده يا جماعه كريم ما بيسببش اثر، يعني الكريم ما بيسببش اثر. في انسيلوس اكس ال اس بي اف 50 بي بي كريم، اللي هو كريم اساس ملون يا جماعه، ده بيسموه كريم فاوندنت، يعني جاي من فاونديشن او كريم اساس، ده برده مناسب للبشره الحساسه وحمايه البقع الصبغيه. ده في بقى عند الانسيلوس اكس ال اس بي اف 50 فلويد مات انتي بريلانس، ده سائل يبقى سريع امتصاص، لو في بشره دهنيه حساسه يبقى جميل جدا ليه، ومكافح للمعان اللي هو لمعان البشره اللي هو بشره دهنيه برده، ما بيسيبش اي اثر. ده بالنسبه للمنتج ده. في بقى الانسيلوس اكس ال اس بي اف 50 جيل كريم تاتشر سينس تنتد، ده البشره المختلطه للدهنيه، وده جيل كريم، يعني كلمه جيل كريم هيبقى اقل شويه من حته الكريم الكريم التقيل اللي هو البشره الجافه. جيل كريم هيبقى سريع امتصاص معايا غير الفلويد، الفلويد اسرع طبعا، تمام. ده البشره المختلطه الى الدهنيه ومعاه كريم اساس ملون اصلا، تمام، فبيديني بيحميني من بي بي بيشيل الشوائب ويزيل الشوائب عن طريق اللون بتاعه. في الانسيلوس الترا كريم، الترا كريم يبقى انا عندي كريم تقيل، يبقى انا عندي بشره جافه وحساسه، اس بي اف برده 50 بلس. في انسيلوس سان انتولرانس، البشره الحساسه ضعيفه التحمل، يعني بشره ضعيفه قوي التحمل، مش بتحس اول ما تتحط في الشمس على طول بتلتهب، ده هيبقى مناسب للبشره الحساسه ضعيفه التحمل. انسيلوس بيجمنتيشن ده بقى حاجتين بقى، في مركب البروس ريد، وده احد مركبات
السيراميد، وده من ضمن الحاجات اللي بتقلل السيراميد دي اللي هي الدهون اللي موجوده في الجلد يا جماعه، ده احد مركباتها، وبتمنع ظهور العلامات والاثار الحمراء والبنيه اللي ممكن تحصل. فده زي واقي ومبيض، زي حته البيوديرما برضه، ده واقي ومبيض مناسب برضه لشباب بشره مثل زياده تصبغ او الناس اللي عرضه، لو العرضه لتصبغ بعد كده فده يبقى مناسب ليهم، غير ان هو اصلا كريم اساس ملون فهيحميهم من الشوائب لو في شوائب مؤقته. ده بالنسبه للانسيلوس بيجمنتيشن اس بي اف 50 بلس. بعد كده نكمل حديثنا في الرينج بتاع الانسيلوس. عند الانسيلوس كريم اساس يا جماعه اللي هو البلور انسيلوس كريم اساس، ده فاكر لما قلت لك بيودرما الكومباكت باودر اللي هو العلبه المدوره الكومباكت دي، هنا نفس الفكره، هم مقدمين سون سكرين بلور ده اللي هو ككريم اساس، بيشتغل ككريم اساس لجميع انواع البشره، يعني بيعتبر ككريم اساس لجميع انواع البشره. اما بقى ده بالنسبه يعني بيعتبر ده كريم الاساس مع سان سكرين، غير الحاجات الثانيه بتاعت فيها ايضا بتشتغل ككريم اساس باختلاف انواع البشره، ده جميع انواع البشره بيشتغل ككريم اساس مع سان سكرين. في عند الانسيلوس ديرمو بيدياتريكس سبراي، ده اس بي اف 50 بلس، ده سبراي مخصص للاطفال يا جماعه، ده سان سكرين بتاع الاطفال. لقينا هنا اللون اختلف، فين اللون البرتقالي؟ لا ده لون ازرق، ده بقى بوسيليوس ده بقى اللي هو افتر سان، خلاص يا جماعه ده بعد حرق الشمس، بوسيليوس اللي هو بعد حروق الشمس. في بقى الاوتوليوس ده اللي هو المنتج بتاع السن ستاننج بتاعهم او المنتج بتاع السيلف تاننج اللي هو اكتساب اللون البرونزي بدون شمسه او دون تعرض للشمس. وما تنسوش يجب غسل الايدي جيدا بعد الايه الاستخدام. هنا يا جماعه بقى احنا خلصنا شركه لاروش بوزي، ندخل على الشركه اللي بعدها. بعد كده ندخل في الشركة اللي بعدها وهي شركة افين، وشركة افين منتجاتها كلها تتميز بوجود الافين سيرمال سبرينج ووتر. الافين سيرمال سبرينج ووتر من افضل المياه الحرارية على الاطلاق، وده مركز الشركة كلها او المركز عاملين هناك زي كده مركز علاجي للمياه، المياه دي مياه الحرارية بتاعتهم، وده اساس الشركة بتاعتهم، يعني اساس شركة قرية افين في فرنسا هي الاساس بتاع شغلهم. فكل منتجاتهم فيها حتة الافين سيرمال سبرينج ووتر، بتلطف دي وترطب البشره، فدي حاجه كده اساسيه. حتى يمكن انت لما تيجي تشتغل بعد كده في منتجات الكوزموتكس في الصيدليه، انت لما تيجي توصف لحد حاجه من شركه افين مثلا، اي منتج يعني بشره دهنيه، بشره جافه حساسه، الحاجات دي اول حاجه بتوصفها بتطلع الميه معايا، يعني زي كده لما تروح القهوه كده تشرب قهوه فيحط لك ميه، تشرب شاي يحط لك ميه، يعني تشرب ينسون يحط لك ميه بالظبط، تيجي تطلع له حاجه تطلع له الميه بتاع فيها سبراي كده، تبقى ايه من يعني هتطلع منتج للتجاعيد، هتطلع منتج لل يعني فاهمين اقصد ايه؟ دي الحته دي هم اصلا برضه حاطين الميه بتاعتهم في منتجاتهم كلها. ده بالنسبه لي حاجه سريعه كده يمكن ما قلناهاش في الفات، بس خلينا ايه نضيف كل ما بنمشي كل ما بنضيف ايه المكونات الهامه في منتجات افين بتاعه السن سكرين بتاعهم. اول حاجه برود سبيكترم يو في اي يو في بي مقاوم للميه. ايه الفلاتر المستخدمه؟ حاجه اسمها سان سيتيف دي براد اختراع هم محصلين عليها، بتحتوي على مركبات عاكسه وماصه، عاكسه ماصه زي تينوزورب ام، يعني تينوزورب ام ده عاكس ماص، تينوزورب اس ماص بس، يعني باختلاف بقى عاملين خليط ما بينهم باختلاف المركبات. في حاجات على فكره عاكسه بس اللي هو حاطين اللي هو حاجات عاكسه بس يعني، وبيحتوي وبرده فيها مركبات مينرال اخرى، يعني فيها مركبات سان بلوك او اللي هي الفيزيكال سان سكين اخرى غير التينوزورب اس والتينوزورب ام. بس انا عايز اقول لك الفرق ما بين الام والاس، ام عاكس شويه وماص يعني بيعكس شويه وبيمتص، في جزء منه بيمتص، تينوزورب اس ده بيمتص وبيتفاعل. بس مش كده، لا ده طبعا لازم يحطوا انتي اوكسيدنت قوي. ايه الانتي اوكسيدنت قوي؟ هو بنسميه يا جماعه البري توكوفيريل. البري توكوفيريل ده هو بريكيرسور لفيتامين اي، بيشتغل كمضاد اكسده، بيحميني من الفري راديكالز السكندري فري راديكالز. عرفنا ان الحاجات دي غنيه بمياه الينابيع الحراريه من افين اللي هي افين ثيرمال سبرينج ووتر. طيب نشوف المنتجات. انا عندي الكلينانس هاي بروتكشن اس بي اف 50 بلس، ده يا جماعه مناسب للبشره الحساسه والبشره الدهنيه المعرضه لحب الشباب، بيحتوي على الماده اللي هي المانولورين، ده بتنظم افرازات السيبم اللي هو الافرازات الدهنيه، وليه تاثير مضاد للمعان اللي هو لمعان البشره الدهنيه، ده مناسب. يبقى ده يا جماعه الكلينانس هاي بروتكشن اس بي اف 50 بلس ده مناسب للبشره الدهنيه. وكلينانس هنا خلينا نتكلم عن كلينانس هنا معناها بشره دهنيه حب شباب، يعني ايه الكلينانس هنا هاي؟ يعني ما نشوف الكلينانس ده يبقى بشره دهنيه او حب الشباب. خلاص الكلينانس هاي بروتكشن اس بي اف 30 متوفر منه الاس بي اف 30 50 بلس والاس بي اف 30 يا جماعه. طيب السبراي بقى، سبراي اس بي اف 50 ده مناسب للجسم، احنا قلنا السبراي مناسب للجسم والبشره حساسه. هنا بقى الريفلكس سولير، الريفلكس سولير ده من الريفلكس ده عاكس، يعني ده بيحتوي على فلاتر عاكسه،
خلاص يا جماعه، والقليل جدا جدا من الفلاتر المصه الكيميائيه، يعني في الغالب فلاتر عاكسه، فلما تيجي تحطه هيبقى فيه شكل الجريس ابيرنس، بس هيبقى مناسب جدا جدا يا جماعه لواحد مش عايز، او واحده بشرته حساسه جدا مش عايز فري راديكالز، عايز سان بلوك مش عايز سان سكرين، يبقى انا هوفر له الريفلكس سولير ده. تمام، ده الاس بي اف بتاعه 50 بلس. نيجي نخش بقى يا جماعه في على فكره هنا هم مقسمينها حاجتين، سنسيتيف سكين خلاص والال اي انتولرانت سكين. يبقى انا عندي سنسيتيف سكين، في عندي صفحتين، اول صفحه خلصناها، ثاني صفحه برضو للسنسيتيف سكين. عندي يا جماعه الفلويد اس بي اف 50 فلويد، يبقى ايه؟ يبقى البشره الحساسه الدهنيه خلاص يا جماعه، ومتوفر منه ايضا فريجرانس فري اللي هو ما فيهوش عطر، يبقى دي حساسه خالص. فكره حساسيه البشره بتختلف من شخص لشخص، وافين من الشركات اللي بتركز قوي على حساسيه البشره. تمام، فحساسيه البشره بتختلف من شخص لشخص، واحد ممكن حساسيته عادي يعني الشمس عادي ممكن تعمل له حساسيه يعني الشمس، بس تعرض للشمس، للحراره السخونيه، بخار الميه، الحاجات دي بشرته حساسه حاجات دي. واحد حساسيته بشرته حساسه شويه عطر اتحطوا، شويه منتجات اتحطوا على البشره، يبقى في واحد حساسيته للبشره ان الفري راديكالز البسيطه اللي ممكن تتكون، ممكن يبقى الحساسيه بتختلف من شخص لشخص. يبقى انا عندي الفلويد اس بي اف 50 بلس ده في منه تركيبه عطريه وتركيبه غير عطريه. في طبعا ده الغير ملون وده الملون يا جماعه، هنا اللون الازرق مش غير ملون، ده اللون البني خلاص، ده الملون. لما تيجي بقى تتعامل وتمسك المنتج وتحطه جنب التاني وتمسك المنتج تقرا بقى اللي عليه بقى هتلاقي الموضوع سهل عليك. خلاص ده الملون يا جماعه، متوفر منه ايضا اللي هو بدون عطر، يبقى فيه اللي هو ده مش ملون وفي العطر، ومتوفر منه اللي هو غير ملون وخالي من العطر. ده الملون بالعطر ده اللي صورته، وفي متوفر منه الملون والخالي من العطر. يبقى المفروض بدل ما نعرض منتجين كنا نعرض اربعه، بس ملاش لازمه الاثنين واحد بس. انت هتلاقي هنا مكتوب هنا الفريجرانس فري وهنا ما فيهوش. خلاص يا جماعه ده بالنسبه للفلويد. تعالوا بينا يا جماعه نشوف هنا اللوشن اس بي اف. ده لوشن مرطب هيبقى مناسب للبشره الجافه، هنا الاثنين دول مناسبين للبشره الدهنيه. دول تنتد كريم، ده كريم اساسي يا جماعه ملون مناسب للبشره الجافه لانه كريم ملون. انا طب البشره الدهنيه ملهاش تنتد؟ ما هو يا عم لسه قايلين والله اهو ده الملون اهو. طيب عند السبراي بقى، في عندي السبراي بتاع الاطفال وعندي اللوشن بتاع الاطفال، الاثنين دول بتوع الاطفال حتى من شكلهم كده اهو الاطفال بتاعتهم، فانت مش محتاج حتى تقرا، تمسك العلبه وتقعد تقرا ايه ده بالظبط انهي نوع، فانت تبقى عارف اللي هو دي ده منتج الاطفال. نخش بقى في الانتولرانت سكين، بشره ضعيفه التحمل، فهيبقى الواقي الشمس فيها ايه بقى؟ فيزيكال ولا كيميكال؟ فيزيكال، ما هو بشره ضعيفه التحمل. هحط كيميكال ليه؟ يبقى انا هحط مينرال سان سكرين، يبقى انا هحط مينرال واحط انتي اوكسيدنت عالي قوي، تركيزات عاليه من اللي هو البري توكوفيرول، وهيبقى ده المحتويات بتاعتها خلاص يا جماعه. فحتى سموه مينرال، مينرال عشان السان سكرين فيها مينرال، يبقى مينرال كريم اس بي اف 50. ده بشره بقى ايه خالي، ما فيش عطر طبعا، خالي من الفلاتر الكيميائيه، انا بتعامل مع بشره ضعيفه التحمل. في ده المينرال هاي بروتكشن تندد كريم، وده بقى يا جماعه اللي هو ايه الكومباكت باودر بتاعهم بقى، وكريم اساس ملون ده بيشتغل مع الست كايه ككومباكت باودر، بشرتها ضعيفه التحمل. تمام، في مينرال والكلام ده كله. ده الافتر سان بتاعهم، وده اللون اللي هو السن ستاننج بتاعهم او السيلف تاننج بتاعهم يا جماعه. خلاص يبقى احنا خلصنا شركه افين والموضوع سهل جدا. نخش في شركه نوكس. شركه نوكس يمكن هنضيف معلومه دلوقتي، نوكس ان ويو اكس اي، ان ده جاي من نيتشر الطبيعه، واليو اكس اي جاي من لوكس، اللي يو اكس اي يعني الطبيعه، رفاهيه الطبيعه، يعني ايه؟ يتم اختيار منتجاتهم كلها من الطبيعه بشكل رفاهيه، اللي هي يعني بينقوا بينتقوا من الطبيعه افضل المكونات وافضل المواد، يضعوها في صوره جماليه، يعني ايه ده؟ بنسميه رفاهيه الطبيعه. فهنلاقي منتجات كلهم بيتكلموا عن حاجات طبيعيه، لما يجي يتكلموا تمام شركه نوكس لما يجي يتكلموا بيتكلموا ان هم الفلاتر بتاعتهم برود سبيكترم يو في اي ويو في بي، مقاوم للماء، بيحتوي على الورد النيل خلاص، بيحمي من الجفاف، الورد النيل اللي احنا عارفينه ده بيحمي من الجفاف، وزهره كاوبي دي بتحمي من حراره الطقس والشعور وبالانتعاش، لما تيجي تحط السبراي كده على وشك تحس بالانتعاش، تحس بيه عشان الزهره اللي فيه خلاصه زهره كاوبي. في خلاصه الرز والروزماري والبيت اللي هو البنجر، تمام، بيحمي من شيخوخه الجلد والفوتو ايجنج اللي هو نوع من انواع شيخوخه الجلد اللي ليه علاقه بالشمس. في بذور الخروب بتديك لون التان شويه خلاص، بذور الخروب ده الانتقاء بتاعهم من الطبيعه مع الفلاتر اللي هم حاطينها. فعندهم بقى السان سبراي اللي هو الفيس اند بودي،
هاي بروتكشن اس بي اف اس بي اف 50 ده سبراي للبادي والجسم، سوري للوجه والجسم، تمام، حمايه عاليه اس بي اف 50. في عندهم بقى ده الصن سبراي، في عندهم الميلك سبراي، ما تيجي تدوس عليه يطلع لك زي حليب كده او حاجه زيتيه شويه كده. خلاص يا جماعه ده الوجه والجسم، تمام، بيدي لون. يعني انا الحاجات دي كلها بتدي لون، انا قلت لكم ايه بذور الخروب هتديه لون اللي هو اللون التان شويه، خلاص اللون نفس اللون بتاع العبوه ده تقريبا. يعني الميلتنج كريم يا جماعه هاي بروتكشن فور فيس، ده فيس بس، ده فيس وبادي، ده فيس وبادي، سبراي عامه مناسب للجسم خلاص. وده بيقولوا ان السبراي بتاعهم مناسب للفيس والبادي، في السبرايات عامه بيبقى ايه مناسبه للجسم، اي سبراي سان سكرين يبقى لو واحد عايز سبراي لجسمه ايده ودراعه ورجله بتاعه بديله السبراي. كريم على حمايه للوجه، بشره ذهبيه ومحميه. بشره ذهبيه ليه؟ عشان قلنا ان الالوان بتاعه اللون بتاع المنتج نفسه. في بقى الدليشوس لوشن بتاعهم، ده لوشن لذيذ، ده للوجه والجسم برضه. في دليشوس كريم، يبقى انا اللوشن ده هنا موجود لوشن هنا موجود منه كريم. نيجي بقى للتانينج اويل يا جماعه للفيس والبادي. واحد عايزه تاخد لون التان بشكل طبيعي، اللي هو ايه الطبيعي؟ بتتعرض للشمس، فبالتالي انا محتاج ان هي ما هي محتاجه ان هي تتعرض للشمس وفي نفس الوقت اقيها، اعمل لها وقايه خفيفه من الشمس. لو هي بشرتها غامقه فانا عندي هختار اللو بروتكتور اللي هو الاس بي اف 10. خلاص اس بي اف 10، ايوه، واحده بشرتها غامقه عايزه تاخد لون تاني، هديها الزبده. بس الزبده هتعمل بيه، هتدهن بقى مع التعرض للشمس، هيتم التدليك ليها زي مساج كده على جسمها بالاس بي اف 10 ده لو هي بشرتها داكن. لو هي بشرتها بيضه وفاتحه لا هختار لها الزيت الاس بي اف 30، وده بيتم وضعه على الجسم مع التدليك ومع التعرض للشمس فبيدي اللون التان، لان البشره هيدخل لها اشعه، بس انا عندي واقي شمس مش عالي اللي هو اس بي اف 30 او اس بي اف 10، مع التعرض للشمس هيدي برضو اللون التان اللي هي ممكن تحتاجه وممكن يتعمل بيه الزيوت دي. طب ندخل بقى في النوكس صن. النوكس صن ده يا جماعه يمكن احنا سريعا كده ما قلناش، النوكس صن ده هو الرينج بتاع شركه نوكس في الصن سكرينز بتاعتهم. طب النوكس صن بروتكتيف ميلكي اويل ده بقى للشعر، ده زيت شعر يا جماعه بيحمي الشعر من اشعه الشمس خلاص. وفي لوشن يستخدم بعد تعرض الشمس اللي هو افتر صن. انا عندي الافتر صن حاجتين، افتر صن حاجتين، في لوشن للجسم والوجه وفي شامبو للشعر. خلاص يا جماعه يبقى انا لما تروح تستحمى تستخدم الشامبو ده الافتر صن، وده للجسم للوجه والجسم ده الافتر صن بتاعهم. طب ده السيلف تانينج بتاعهم، السيلف تانينج بتاعهم في للجسم وفي للوجه. في للجسم يا جماعه خلاص، ايه ده هنا كده ايه فور فيس اهو، ده للجسم وده للوجه بدون التعرض للشمس خلاص. ونركز اول اللي بيستخدمه يجب ان هو يغسل ايده كويس. ده بالنسبه لشركه نوكس. نخش في شركه فيشي. شركه فيشي عامله الرينج بتاعها او المجموعه بتاعه الصن سكرين بتاعها حاجه اسمها ايديال سولي. ايديال سولي وده النطق بتاعها يا جماعه، سولي مش سوليل، اسمها ايديال سولي. المجموعه دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على اليو في اي واليو في بي كوقايه حمايه، ولكن المكونات الرئيسيه بتاعتهم براءه الاختراع بتاعهم اللي هو الميروكسيل، الميروكسيل اكس ال، ده براءه اختراع من شركه لوريال هي اللي عاملاه، هي فيش تابعه ليها يعني. دي بتحتوي على فلاتر يو في اي ويو في بي مع مضادات اكسده، يعني هو عباره عن براءه اختراع تحتها مركبات عديده، خلطه يعني، دي الخلطه، الخلطه اسمها ميروكسيل. طيب نيجي نتكلم عن حمايه الجسم. حمايه الجسم انا محتاج سبراي، يبقى انا عندي ايديال سولي انفيزيبل هايدريتنج ميست. ده الميست ده اللي هو هيبخ، مش هيديني ميه، هيبخ هيديني رذاذ، تمام، هيديني رذاذ. طيب ده بالنسبه لحمايه الجسم. بشره مختلطه لا دهنيه، انا عندي يا جماعه الماتيفاينج فيس فلويد دراي تاتش من ايديال سولي. خلاص يا جماعه دراي تاتش يعني فلويد، ودراي تاتش اول ما تحطه تحس بملمس جاف، ما تحسش بملمس دهني، بيد سريع الامتصاص. خلاص يا جماعه وفي منه البي بي تنتد، يبقى انا عندي العادي بدون لون وعندي اللون لو في شوائب في البشره هستخدمه. ده للبشره المختلطه الى الدهنيه. اما البشره العاديه انا عندي برضو حاجتين، عندي العادي اللي هو الفيلفت كريم، ده كريم مخملي هيرطب البشره الجافه كويس، وعندي التنتد، عندي مثلا بشره جافه فيها تصبغ، فانا هاخد البي بي تنتد فيلفت كريم. الموضوع على فكره شوفوا التقسيمه بتاعه الشركه سهله جدا. يبقى انا اول حاجه للجسم بشره مختلطه لدهنيه حاجتين، سائل بس، سائل مع ملون، تمام، مع سائل مع كريم اساس. هنا البشره عاديه جافه كريم بس، كريم مع كريم اساس خلاص. طيب هنا بقى عاملين لي كريم 3 في 1 بقى، ايديال سوليل 3 ان 1 تينتد انتي دارك سبوت كير. ده بيوحد لون البشره عشان هو في كريم اساس، دي اول خاصيه، مش هقول لك 3 في 1
واحد ده اللي هو كريم، والثلاثه اللي هي ثلاث خصائص اللي هيعملها. اول حاجه هي واحد لونه بشره بفضل كريم الاساس، اثنين يصحح البقع الداكنه بفضل الريزورسينول اللي موجود فيه، فبالتالي المركب ده هيشتغل كمركب مبيض بيعمل على تبييض البشره، وثلاثه هيحمي من اشعه الشمس اللي هي الفوق بنفسجيه اليو في اي واليو في بي. يبقى الكريم اسمه كريم ثلاثه في واحد. الاطفال، الاطفال طبعا هيبقى تشيلدرن عندي اللي هو للفيس والبادي الكريم اللي هو زي الحليب كده زي حليب ميلكي، وعندي السبري يا جماعه سبري ميه مش سبري رذاذ هيطلع ميه، تمام؟ ده بخاخ وده حليب زي الكريم حليب كده. ده بالنسبه لمنتجات الاطفال زي ما احنا شايفين عاملين رسومات للاطفال اهي، عشان انت برضو لما تيجي وانت حاطط المنتجات في الصيدليه تبقى انت بسهوله جدا تطلع المنتج بكل سهوله على حسب لونه وعلى حسب، يعني مش شرط ان انت تقرا الكلام وتقعد تشوف ده للاطفال ولا ايه. اخر حاجه في ايديال سولي، انا عندي يا جماعه عنايه افتر صن، عندي حاجتين، عندي الحليب المرطب بعد عرض الشمس، وهنا بقى ده للحروق بقى، لو في حروق فعلا حصل ده ممكن مش حروق التهاب شويه، ده هستخدمه في حاله الحروق يا جماعه. خلاص الاثنين دول حاطين فيهم مركبات اللي هو مركب الهيالورونيت اللي هو احد مركبات الهيالورونيك، تمام؟ وده مرطب كويس جدا جدا، بيبدا ان هو يمتص الميه ويرطبها. ده بقى السيلف تانينج او السيلف تينر بتاعهم ايديال سولي، ده في بيشتغل كمرطب وبتفاعل مع الاحماض الامينيه عشان يديني اللون، وفي فيتامين اي ده اللي هو السيلف تانينج بتاعهم. ده بالنسبه لشركه فيشي. شركه دوكري عامله الرينج بتاعها اسمه الميلا سكرين. الميلا سكرين ده اصلا مجموعه التبييض بتاعتهم، يعني هنشوفها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ولكن مجموعه التبييض فيها نوعين من الصن سكرين، يعني مجموعه التبييض اللي هي الميلا سكرين دي فيها نوعين صن سكرين، دول اللي احنا هنقولهم الصن سكرين، وهنكمل حديثنا في الحلقه الجايه بقيه المجموعه بتاعه الميلا سكرين بتاعه دوكري. يبقى الميلا سكرين بتاع دي فيها فلاتر كيميائيه يا جماعه، وفيها مبيضات زي الازيليك اسيد بيشتغل كمبيض، هنعرف وظيفته في الحلقه اللي جايه يعني. ودي عباره عن مش كريمات، ده سبري يا جماعه، اما دي هو شكل الكريم اهو، بس لو بصيت للصوره كده هتلاقي في بخاخه جوه تحت اهي. الميلا سكرين في عندهم حاجتين يا جماعه اللي هو الريتش واللايت، الريتش واللايت. اللايت يبقى ده ايه؟ لايت يبقى كريم خفيف، كريم خفيف يبقى بشره دهنيه او مختلطه، ريتش كريم يبقى بشره عاديه الى بشره جافه، والاثنين اس بي اف 50 بلس. خلاص يا جماعه ده شركه ايه؟ دوكري. الموضوع سهل جدا، ودول تابعين للرينج بتاع الميلا سكرين. نخش في شركه ايزيس. شركه ايزيس الفرنسيه الرينج بتاعها في صن سكرين اسمه اليو في بلوك، يو في بلوك. انا عندي دول البشره المختلطه الى الدهنيه، في عندي الانفيزيبل فلويد اللي هو ما فيهوش اي كريم اساس، ما فيهوش اي حاجه، سائل غير مرئي سريع الامتصاص. خلاص يا جماعه، وده اللايت تينتد فلويد سائل ملون خفيف، في تينتد اللي هو بقى لو انا عايز بقى لون الكريم الاساس، وده يا جماعه الكلين ديرم حمايه البشره الدهنيه مع منظم لافراز الدهون، فيه ضايفين ليه احد مشتقات احد الخلاصه من خلاصات نبات اللي هو الافوكادو او ثمره الافوكادو، وحاطينها ده بينظم الافرازات الدهنيه يعني بيقلل من الافرازات الدهنيه. دي كلها العنايه بالبشره المختلطه للدهنيه من حيث الصن سكرين بتاعهم. انا عندي البشره الجافه والحساسه عندي اليو في بلوك انفيزبل كريم، وفي عندي التينتد كريم، ده كريم ما فيهوش اي كريم اساس، ده فيه كريم اساس، وفي دي الهايدرا لوشن بيرطب، وفي يا جماعه ده بقى سائل مقاوم للبقع الداكنه مضاد لشيخوخه البشره. ده هنا الخط وقف، وقف يعني ده مش تبع البشره الجافه والحساسه، ده يا جماعه على البشره. يبقى الخط هنا من هنا وهنا واخد المساحه دي، عشان تبقى انت زي ما بقول لك اعمل زوم اوت للصوره والصفحه وابدا ان انت قسمها براحتك. ده يا جماعه بيشتغل ايه؟ كمقاومه، عشان في مركبات شبيهه بالريتينول، ده بيشتغل كمقاومه للبقع الداكنه ومضاد لشيخوخه البشره، ضايفين فيه الحته دي. ده ممكن ان احنا نستخدمه لو في حته بقع او واحد بيستخدمه وواحده يعني داخله على سن تجاعيد او كده فبنستخدمه. الاطفال بتاعهم ده الاطفال بخاخ الاطفال بتاعهم، ده بقى التنتد كومباكت بتاعهم، ده الكومباكت باودر بتاعهم. في عندي لونين يا جماعه، في يعني ودول بيحتوي على ايه؟ عاكس معدنه وفيزيائي واقي شمس اللي هو السان بلوك اللي هو تيتانيوم دايوكسيد او زنك اوكسيد. في عندي لونين، اللون الفاتح واللون الغامق، ده هو دي بقى دي الاسفنجه المدوره اللي بقول لك عليها، ده اسمه الكومباكت باودر. كومباكت باودر مع ايه؟ مع صن سكرين. ده بالنسبه لشركه ايزيس. الموضوع بيتكرر صح؟ بيتكرر وفي سهوله، بس انت مجرد عايز تجمع بس. انا عندي يوسيرين الشركه الالمانيه، الرينج بتاعهم اسمه سان بروتكشن. في عن بيستخدموا تينيزورب اس، بيستخدموا تينيزورب اس، وبيستخدموا خلاصات العرق سوس يا جماعه، بيستخدموا خلاصات العرق سوس، لان ده عرق سوس خلاصات بتاعته بتشتغل كمضاد للاكسده ومضاد للالتهاب، وبتحمي كمان الدي ان اي بتاعه من اشعه الشمس. وشركه يوسيرين هي شركه رائده في تصنيع مركباتها او اضافه الهيالورونيك اسيد، يعني شركه يوسيرين هي شركه رائده في الاستفاده من الهيالورونيك اسيد، مجزئينه الحاجتين هاي مولكولار ويت
تمام، جزيئات عاليه الهاي مولكولار ويت يعني، ودي بتبدا ان هي تشتغل على المناطق اللي هي في الاول البشره، المناطق السطحيه في البشره، واللو مولكولار ويت دي بقى جزيئات دقيقه، فهتبدا تخترق البشره وتخش جوه، فهتشتغل على الحته اللي جوه. الهيالورونيك اسيد بيشتغل حاجتين بصراحه، كمرطب وبيحمي من التجاعيد. ازاي مرطب؟ مرطب لانه بيمتص الميه وبيحمي التجاعيد، لانه بيملى الفراغات، لما بيمتص حجمه بيكبر فيملى الفراغات، فبيشتغل على الحتتين دول يا جماعه. ده بالنسبه لليوسرين سان بروتكشن. عندي سان سبراي ترانسبيرنت، ده بخاخ الحمايه، ده شفاف وسريع الامتصاص، وسريع الامتصاص بشكل حلو قوي قوي، يعني من الحاجات اللي هي سريعه الامتصاص بشكل مذهل. بشره دهنيه اوصف وانت مطمن، بخاخ السان سبراي ترانسبيرنت، الاثنين دول سريع الامتصاص بشكل كبير. ده بقى يا جماعه سان جيل كريم اويل كنترول، ده جيل كريم، ده الامثل للبشره الدهنيه، بيمتص يعني بيمتص الدهون ويقلل اللمعان ويقلل الافرازات الدهنيه. ده بالنسبه للسان بروتكشن. في عندنا كمان يوسرين سان بروتكشن، في عن السان فلويد ماتيفاينج، تمام، وده يا جماعه سائل حمايه لازاله اللمعه الدهنيه للبشره المختلطه الدهنيه والبشره الحساسه، ماتيفاين كير، وكلمه ماتيفاين كير يعني يشيل اللمعه من البشره. وده سان لوشن اكسترا لايت، ده لوشن خفيف جدا سريع الامتصاص، مثال للبشره العاديه، منتجاتهم كلها سريعه الامتصاص بصراحه يعني. ده كريم بقى للبشره الجافه، امتصاصه مش هيبقى كده، هو كريم يعني هنلاقي معظم منتجات سريعه الامتصاص، بس ده انا محتاج ارطب بشره جافه، مش محتاج لها امتصاص سريع، مش مفيد ليها، تمام. ده بقى تنتد سي سي كريم، ده سي سي كريم بقى هيبقى كريم اساس مشتغل معايا خلاص يا جماعه، واللون بتاعه خفيف يعني متوسط السمره، يعني اللون خفيف مش غامق. اخر حاجه معايا في شركه يوسرين في سان بروتكشن، انا عندي بتاع الاطفال، عندي البخاخ، وعندي اللوشن، وعندي بقى الافتر سان يا جماعه، ده الافتر سان بتاع شركه يوسرين. ندخل بقى في اخر شركه معانا يا جماعه، وهي شركه نيوتروجينيا. وشركه نيوتروجينيا هنا عامله لي الرينج بتاعها الترا شير، والالترا شير ده هو الرينج بتاعهم في صن سكرين. انا عندي يا جماعه شغالين يو في اي ويو في بي ومقاومه للماء، بس المقاومه بتاعتهم فيري ووتر ريزيستنس 80 دقيقه. عندي الهيلوبليكس، الهيلوبليكس ده براءه الاختراع بتاعتهم، تمام يا جماعه، دي شركه تابعه على شركه جونسون اند جونسون، نطاق واسع من تقنيات الواقيه من الشمس وتوفر حمايه فئاتكم من الشمس. وعندي الافو بنزون احد الفلاتر الكيميائيه، الافو بنزون احد الفلاتر الكيميائيه، والدراي تاتش تكنولوجي بيقول ان هي ما بتسيبش اي اثار يعني، وملمسها لطيف وايه وخفيف ونظيف على البشره. طب انا عندي ثلاث حاجات، ال 55 وال 45 وال 30، مش عارف ليه التحديدات بتاعتهم دي ما يكتبوا ال 55 بلس 50، تمام، وال 45 دي يعني في 55 وال 45 و30، بس هم كده يا جماعه كلهم نفس المسمى، بس الفرق في الاس بي اف 55 و45 و30 كده. يبقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون خفيفه بالنسبه لكم. في شركات تانية، في شركات تانية، تمام، وكلنا عارفين كده من اول خالص ما ابتدينا قلنا هنتكلم عن اشهر الشركات. على فكره في شركات جديده هتتضاف في الحلقه اللي جايه، لان الشركات مشهوره في التجاعيد، وفي شركات تانية خالص جديده خالص هتتضاف في حلقه الشعر، لان هم اصلا شغلهم كله شعر، انتوا فاهمين اقصد ايه؟ ولكن خلينا نتكلم، لان مفيش شركه بتنزلش صن سكرين، وهنشوف الصن سكرينز كلها، يبقى هنتكلم عن شركات عاديه جدا. انت عرفت الاساسيات، يبقى كل قيس على كده اي حاجه قصادك، يعني الموضوع صدقوني سهل. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، كان معكم دشان حسن دشان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.